نتكلم النهارده عن برانش. انا شايف ان هو سهل جدا وبسيط جدا جدا جدا، ودايما حتى بقول سهل جدا كدرجات، سهل جدا كامتحان، ودايما بقول ان البطنه عندنا 11 برانش، اغلط وانقص في اي برانش في البطنه مفيش مشكله، كلنا بننقص وكلنا بنغلط. انقص في الكارديولوجي مش مشكله، انقص في النيورو وارد، ممكن برضو تنقص في النفرولوجي، برضو برانش عايز فهم كويس جدا، وبرانش برضو عايز يبقى مستواك كويس قوي وحلل كتير قوي عشان ما تنقصش فيه. انما انقص في اي برانش، انقص ان شاء الله تنقص في الروماتولوجي، لكن ما ينفعش ابدا تنقص في التشيست، لان التشيست انا شخصيا شايف ان هو برانش اتعمل عشان يتقفل في الامتحان. وبعدين انا دايما بالذات في التشيست دايما بقول المقوله دي، وانا فعلا مقتنع بيها جدا جدا جدا، بص لقدام، بص لما ابنك بعد كده يجي في يوم ضاربينه في المدرسه وبيعايروه اصحابه بيقولوا له اصل ابوك نقص نص درجه في التشيست، يوميها هتقول له ايه؟ هتقول له يا ابني انا كنت غبي، البرانش ده اصلا اتعمل للناس اللي هم الاي كيو بتاعهم قليل قوي قوي، اللي هو اي كيو طحالب او اللي بيفهموا بعد شويه. المهم ملخص الكلام يا جماعه، انقص في اي برانش لكن ما ينفعش تنقص في هذا البرانش. النهارده هنبدا نتكلم عن، مش هتكلم عن مواضيع النهارده، انما النهارده هتكلم عن سكيمه التشيست عموما. جايز بعد ما نخلص ساعه ونص بالظبط مع بعض هتحس ان انت ممكن خلصت حوالي 70 75% من منهج التشيست، وبدون مبالغه على فكره، يعني لما بقول 70 75% يبقى انت منهج التشيست كله اللي هنفضل نشرحه، احنا قلنا النهارده هيبقى سكيم، بكره سي او بي دي، بعده برونكيال ازمه، يوم السبت هنقعد نحل مع بعض اسئله ام اس كيو، صح ولا غلط؟ ففي خلال الاربع ايام دول انت هتكون خلصت اصلا وبدون مبالغه 90% من التشيست. النهارده بس 70%، النهارده هيبقى في دماغك تشيست، هنحط الهيكل العام اللي هنمشي عليه، جايز مش هنتعمق قوي لان يكفيني النهارده تبقى عارف حوالي 70% بس من المنهج، يعني النهارده هنتكلم عن كل امراض التشيست مع بعض. هيبقى الجزء المهم جدا 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 في محاضره النهارده الانفستيجيشنز، لان الانفستيجيشنز حرفيا ممكن لو انت شعارك في الحياه يا درجتي مذاكره بدون الم، ممكن كفايه عليك قوي تذاكر الانفستيجيشنز اللي انا هقولها النهارده. وبدون مبالغه انت ممكن ما تذاكرش اي انفستيجيشن طول منهج التشيست ده لو انت يا درجتي مذاكره بدون قلم، اللي هم الطلبه الدولسي اللي عندهم اهتمامات ممكن تبقى احلى واجمل وارق واشيك من الطب، عندهم اهتمامات تانية في الحياه ممكن عندهم اهم من الطب، فهقول لهم هتجيب الدرجه كامله، لكن طول السنه بقى او طول برانش التشيست بعد كده هنقول الانفستيجيشنز عشان تفهم بقى. انما النهارده ركزوا بس معايا، ومش عايز اطول عليكم وعايز ادخل على طول، بس ركزوا معايا جامد جدا في كل حرف. النهارده هنحط الهيكل العام اللي هنمشي عليه 70 او 75% من منهج التشيست، بس يلا بينا نبدا. ونبدا في الاول هبدا معاكم بمقدمه انا عارف ان انتوا عارفينها، يعني حتى بدايه كده لازم ابدا بيها، اللي هي عارفين طبعا كلكم نبدا ان احنا عندنا كام رئه؟ عندنا تو لانجز، صح ولا غلط؟ عندنا في رئتين، الرئه الاولى لحظه واحده كده، في عندنا زي ما انتم عارفين ليفت لانج، وفي عندنا ايه يا جماعه؟ وفي عندنا الرايت لانج. خلاص عايز الغي القلم ده بس ما يتغيش. تمام، بصوا بقى يا جماعه، عندنا طبعا الليفت والرايت، عندنا الرايت لانج زي ما انتم عارفين ثلاثه لوبس، انما عندنا الليفت بيبقى اثنين لوبس بس، صح؟ فدي معلومه اعتقد كلكم عارفينها، لكن برضو في البدايه كده عايزين نبدا نتكلم نشوف كده الكوندكتنج سيستم والريسبيراتوري زون بتبقى عامله ازاي. عارفين طبعا ان احنا عندنا في المين برونكس اليمين والمين برونكس اللي هي يا جماعه الشمال، وبينقسم في عندنا فوق البرونكاي زي ما احنا شايفين هنا كده، البرونكاي ادي كده البرايمري برونكاي او المين برونكس، وبعد كده بينقسم تاني الاصغر شويه اللي هو السكندري برونكاي، سكندري برونكاي اللي هو اللي موجود هنا كده اللي انتم شايفينه، وبعدين السكندري برونكاي تقريبا بينقسم، طبعا سكندري ده ليه اسم تاني خدتوه قبل كده اللي هو اللوبر برونكاي، واللوبر برونكاي بينقسم بعد كده الى سيجمنتال برونكاي اصغر شويه زي ما انتم شايفينها اللي بيسموها التيرشري برونكاي. يعني في عندنا المين برونكاس ده بينقسم بعد كده بيدخل الى لوبر، وبعد اللوبر مين، وبعدين لوبر، وبعدين سيجمنتال او برايمري، وبعدين سكندري، وبعدين تيرشري. انا ما يهمنيش الكلام ده، انا يهمني من اول السيجمنتال برونكاي او التيرشري برونكاي نبدا ندخل بعد كده على ادي كده التيرشري برونكاي او السيجمنتال. السيجمنتال بعد كده بينقسم الى ايه؟ ده اللي يهمني النهارده، يهمني تعرف المعلومه دي، الى برونكيولز. والبرونكيولز اللي هي التيرمينال برونكيولز في الاول اهي، انتوا عارفين ان كل سيجمنتال مثلا لو انا رسمت السيجمنتال اهو
بينقسم الى من 3 ل 5 تقريبا تيرمينال برونكيولز اهو. نرسم احنا بس كده كفايه 2 سيجمنتال بينقسم الى 2 ايه يا جماعه؟ من 3 ل 5 تيرمينال برونكيولز. ادي كده التيرمينال برونكيولز، وخدوا بالكم بقى لحد التيرمينال برونكيولز دي يبقى احنا كده خلصنا الكوندكتنج زون اللي هي ما بيحصلش جاز اكستشنج. واضح ولا مش واضح؟ ده مجرد مواسير عشان توصل الايه يا جماعه؟ عشان توصل الهواء. بعد كده بنبدا ندخل في المهم، الريسبيراتوري برونكيولز. الريسبيراتوري برونكيولز من اول الريسبيراتوري برونكيولز انتوا عارفين كل تيرمينال برونكيولز بينقسم الى برضه من 3 ل 5 ريسبيراتوري برونكيولز. من اول الريسبيراتوري برونكيولز اللي هو الجزء بقى الصغير ده، الريسبيراتوري برونكيولز وفتح فيها الالفيولاي، ده اللي اسمه ديستال لانج. يبقى انا لما اقول لك المرض ده مثلا زي مثلا مرض زي النيمونيا مثلا بياخد الديستال لانج، يبقى المقصود بها ايه يا جماعه؟ المقصود بالديستال لانج ان احنا بنتكلم عن ايه؟ الالفيولاي بريسبيراتوري برونكيولز. لما اجي اقول لك الانفيزيما مثلا في الديستال، يبقى اذا يبقى الديستال من اول الريسبيراتوري برونكيولز، وفي عندنا كمان الايه؟ الالفيولاي. حتى لما نيجي ناخد مثلا مرض زي الانفيزيما، عشان تبقى فاهم النقطه دي، وانتوا خدتوا الكلام ده في الباثولوجي قبل كده، مثلا الانفيزيما لان ده هنشرحه بكره على طول في السي او بي دي. انتوا عارفين الانفيزيما اربع انواع، انا دايما بقول منهم ثلاثه، لكن يهمني ان انتوا تعرفوا منهم اثنين بس. في عندنا نوع من الانفيزيما اسمه بان اسينور. يعني ايه بان اسينور؟ من الاسم واضح بقى، بان يعني بياخد كل الايه يا جماعه؟ الديستال لانج، كل الريسبيراتوري زون اللي هم ايه وايه؟ اللي هو الجزء ده الريسبيراتوري برونكيولز، وكمان بياخد الالفيولاي، يقوموا يسموها ايه؟ بان اسينور. اهم سبب بيعمل كده هنعرفه بكره على طول واحنا بنقول السي او بي دي. وعلى فكره السؤال ده بيجي على طول ام سي كيو، مرض احنا خدناه في الجي اي تي اسمه كلكم عارفينه، اسمه الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي. هنفهم يعني ايه الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي بكره في السي او بي دي، وان كان اللي مذاكرين جي اي تي طبعا عارفين الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي. بالمناسبه المرض ده بيجي في الام اس كيو كتير قوي، يعني حتى دايما انتوا عارفين هو مرض وراثي، بيجي ياخد الرئه وبياخد الليفر، فدايما بتيجي في الام اس كيو حتى بصيغه حلوه جدا. يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك العيان ممدوح مثلا ابوه مات بسبب الرئه، ابوه مات بسبب الايه؟ الرئه. طبعا ممكن طالب قاعد اي كيو شمبانزي قاعد في الامتحان، او طالب درسي وهو بيقرا ابوه مات بسبب الرئه، يلا الله يرحمه. وبعدين يقول لك وجده مات بسبب الكبد، يا الله يرحمهم جميعا ويرحم امواتنا. يا ابني هو ما دام قال لك الكلمه دي في الامتحان، يعني بيقول لك خد بالك ابوه مات بسبب الرئه وجده مات بسبب الكبد، يعني مرض وراثي بياخد الرئه واللي يا جماعه الكبد. تبدا تفكر بقى قد يكون هذا المرض. المهم الالفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي ده بيبقى بان اسينور، وده سؤال بيجي في الام اس كيو. فلما يقول لك في الامتحان يعني ايه بان اسينور، تبقى فاهم ان هو بياخد الريسبيراتوري برونكيولز وبياخد كمان الالفيولاي. شايف المنظر؟ الريسبيراتوري برونكيولز تلاقيها ايه يا جماعه؟ وسعت، والالفيولاي هي كمان واسعه. في بقى مرض تاني بيعمل انفيزيما، وده الموست كومن طبعا، السموكينج، لان السموكينج بيعمل كرونيك برونكايتس، وهنعرف بكره ان الكرونيك برونكايتس هيؤدي الى ايه يا جماعه؟ الى انفيزيما. السموكينج بقى بيعمل ايه؟ شايف المنظر كده؟ ادي التيرمينال برونكيولز اهي، وادي الريسبيراتوري برونكيولز. ايه ده؟ ده الريسبيراتوري، يعني لو رسمت انا منظر تيرمينال برونكيول كده يا جماعه، وادي الريسبيراتوري برونكيولز اهي الصغيره دي، وادي الالفيولاي اهي، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الريسبيراتوري برونكيولز دي كبرت جدا جدا جدا. شايف بقت عامله ازاي؟ كبرت كده، والالفيولاي زي ما هي، زي المنظر اللي انتم شايفينه في الرسمه ده. قول له روح يا ممدوح، ده انت ايه اللي ورم، او ايه اللي حصل له الهايبر انفليشن، او ايه اللي حصل له دايليتيشن؟ هو الجزء ده بس. يقوموا يسموه سنتري اسينر او سنتري لوبيولار، حتى دايما اقول سموكينج سنتري لوبيولار. السؤال ده بيجي طبعا في الام اس كيو، طبعا هو بتبقى البدايه كده، لكن السموكينج على اللونج ران ممكن يعمل بان اسينر، بس لما بتيجي في الام اس كيو يبقى سنتري ايه يا جماعه؟ لوبيلر. المهم انا بحاول اوضح لك، بدات معاك مقدمه كده لانها هتفرق معانا. ليه بدات بيها المقدمه اللي ملهاش لازمه دي؟ احنا هنقولها بعد كده بالتفصيل، يعني عشان وانا بشرح اما اقول ديستال لانج تبقى فاهم. ديستال لانج اللي هي الريسبيراتوري برونكيولز ومعاها كمان ايه يا جماعه؟ الالفيولاي. تبقى فاهم كمان ان الكوندكتنج زون اللي ما بيحصلش فيها اي جاز اكستشينج، اللي هي من اول ايه يا جماعه؟ من اول فوق خالص لحد ما تنزل 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 لحد التيرمينال برونكيولز. من اول بعد التيرمينال برونكيولز اللي هي الريسبيراتوري برونكيولز والالفيولاي، ده اللي بيحصل عن طريقه الجاز ايه يا جماعه؟ الجاز اكستشينج. انا كفايه تعرف بس المقدمه دي، وبعد المقدمه دي ندخل على طول نتكلم عن كل امراض التشيست مع بعض بقى. كل امراض التشيست مع بعض، بصوا بقى يا جماعه تركيز غير عادي. طبعا انا زي ما انتم متعودين اي سكيم بيبقى الريتم سريع جدا جدا جدا، لان بقول منهج التشيست كله،
وبعد كده هنقعد بقى بالراحه كل يوم نشرح يا جماعه موضوع معين، وهنبدا زي ما قلت لكم بكره سي او بي دي بعده برونكال ازمه، يوم السبت هنحل ام اس كيوات عليهم كل انواع الام اس كيو اللي ممكن، الصعبه والسهله والمتوسطه، لاني انا دايما بقول سكين وسي او بي دي برونكال ازمه خلصتهم، ومعاهم كمان تي بي بيني وبينكم خلاص تخلصت التشست، الباقي كله فعلا حماده بالجنزبيل زي ما هنشوف دلوقتي. ناخد بقى بوق قهوه، وانت كمان قهوتك كده في ايدك وقاعد على المكتب، وقلت لكم قبل كده وانا بشرح تبقى قاعد على المكتب، على المكتب زي اللي الطلبه عملوه المره اللي فاتت وفجاه انهم قاعدين بيتفرجوا على ماتش برشلونه، لا قاعد على المكتب وقاعد مركز معايا جامد جدا جدا جدا، عشان فعلا موضوع النهارده هيسهل عليكم جامد. نبدا بالسكيم، سكيمه التشيست يعني ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، اي مرض من امراض التشيست لما تيجي تتكلم عنه طبعا في الاول بيبقى فيه ديفينيشن، اعتقد الديفينيشن بيبقى سهل ولازم تبقى مذاكر الديفينيشن لان هو ده اللي هيفهمك الموضوع يعني، لكن معظم الامراض مش هيبقى الديفينيشن معضله كبيره يعني. جايز في بعض الامراض زي مثلا السي او بي دي الديفينيشن بتاعه سواء كرونيك برونكايتس او انفيزيما بيبقى فيه مشكله شويه، جايز في بعض الكلمات المضيئه في كل مرض لازم تبقى عارفها نحط تحتها خط، لكن الديفينيشن اعتقد هيبقى سهل وبسيط. الباثولوجي دايما انا بشرحه بالتفصيل الممل خصوصا اونلاين، لان احنا قاعدين براحتنا وانت قاعد براحتك في بيتك فاتح الموبايل او فاتح اللاب قاعد بتشوف، فاعرف الباثولوجي. ودايما بقول الباثولوجي، انا في عنوانين يا جماعه في التشست هتلاقيني بقولهم بالتفصيل الممل لدرجه ان بعض الناس بيقولوا لي انت بتقولهم بوست جراديويت، لسببين العنوانين دول على فكره اللي هم الباثولوجي والتريتمنت، بحب اقولهم بالتفصيل ليه؟ لان انا مقتنع اولا ان من اول الكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشنز والديفرنشال دايجنوزيس والكومبليكيشن الحاجات دي كلها بالظبط السكيم تجيب 90% منهم، فاذا هتذاكر حاجات قليله فيها. وتاني حاجه ان الباثولوجي عشان تفهم الموضوع كويس والتريتمنت هم دول اللي بيفرقوا في الام اس كيو فعلا، ومعظم الاسئله الصعبه في الام اس كيو هتلاقيها في النقطتين دول، فعشان كده بقولهم بالتفصيل الممل، هتلاقيني بقول الديفينيشن بالتفصيل، الباثولوجي بالتفصيل، الايتيولوجي طبعا مهم جدا جدا، بس وانا بشرح اي موضوع هتبقى قاعد تقول امتى بقى الراجل ده يدخل على ايه يا جماعه؟ امتى الراجل ده يدخل على الكلينيكال بيكتشر؟ لان من اول ما هندخل على الكلينيكال بيكتشر هتلاقي الامور بقى سهله وبسيطه، لانها هتبقى زي السكيم اللي هنقولها النهارده بالظبط. بس عشان توصل للحاجات اللي انت بتحبها لازم تعدي على حتت كتير انت ما بتحبهاش، اللي هي غالبا هتبقى ديفينيشن واتيولوجي وباثولوجي. هنبدا بقى السكيم من اول الكلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر لكل امراض التشيست طبعا هيبقى رقم واحد في سيمتومز، وبعد السيمتومز هيبقى في ايه؟ هيبقى في ساينز. نبدا بالسيمتومز. السيمتومز في امراض التشيست اعتقد سهله، لان كل الامراض تقريبا يعني هيعملوا في الاول خمس حاجات تقدر تخبطهم في اي مرض، واظن لو لقيتهم مكتوبين في اي مرض اشطب عليهم لانهم بديهيات الحياه. يعني مثلا في الاول خالص ايه سيمتوماتيك، اي مرض ممكن يبقى سيمتوماتيك، حتى اللنج كانسر 25% من العيانين في البدايه ما بيبقوش عارفين اصلا ان عندهم لنج كانسر. ممكن عندنا ده مرض من امراض التشيست يبقى اذا جنرال في الاول، وجنرال زي ايه مثلا؟ جنرال حاجات جنرال بقى، سواء انفكشن سواء انفلاميشن سواء يعني بيبقى اللي هو فاهمه اللي هي فيفر هيديك ماليز انوركسيا، دول في اي مرض حماده بالجنزبيل يعني. وبعدين الثلاثي المرح بتاعنا، يعني لو عيان التشيست مكحش وما دخلش في ديسنيا وتشيست بين، طب مين اللي هيدخل في الحاجات دي يعني؟ كورنيال السر، ما هو طبيعي الكف وديسنيا وبين دول الثلاثي المرح. وخد بالك انا في التشيست بقول ايه رقم واحد؟ بقول كف، كف رقم واحد. خد بالك لما كنا بنشرح كارديولوجي قلت لك ايه؟ قلت لك في عيان الكارديو قول ديسنيا رقم واحد، اكزيرشنال ديسنيا. حصل ولا ما حصلش؟ قلت لك عيان الكارديو ينهج الاول، ينهج 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 وبعدين يكح، انما عيان التشيست ايه؟ يكح 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 وبعدين ينهج. هناك كانت اكزيرشنال، هنا مش شرط خلاص. فهنا المهم بقى كف وديسنيا وبين، لكن خد بالك لما نيجي نشرح كل موضوع لازم تسالني سؤال، تقول لي هو ليه او تقول لي انواع القف ايه مثلا؟ هل الكف دراي كف؟ هل برودكتيف؟ هل العيان ده بيجيب سبيوتم؟ ولو بيجيب سبيوتم بيبقى فيه هيموبتسيز ولا لا؟ وسببه ايه؟ الكلام ده كله هنقوله لما نيجي نشرح كل مرض، وان كان لو انت ركزت في الباثولوجي بتاع كل مرض انت مش هتحتاج اصلا تسال السؤال ده اطلاقا يعني. فالمهم يبقى اذا اسيمتوماتيك جنرال، وبعدين الثلاثي المرح بتاعنا اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو كف وديسنيا وبيم. واضح ولا مش واضح؟ بس برضه عمر ما كانت الحياه بالسهوله دي، وعمر ما كان الطب بالبساطه دي، لان في امراض عندنا لازم نزود، لا مش هنزود، احنا لازم نبدا بحاجات. يعني مثلا في عندنا مرض شهير جدا جدا جدا، مجموعه امراض كده اسمها سابراتيف لانج ديزيز. يعني ايه سابراتيف لانج ديزيز؟ دي هناخدها ممكن ثالث موضوع على طول، وهنعرف ان السابراتيف من الاسم واضح، سابراتيف يعني سابراتيف
لانج ديزيز يعني مرض في الرئه، يعني بتكلم ان الرئه بتاعتك بتبقى محوشه، خد بالك من كلمه محوشه، فص صديد بلغم. بس هو يعني هو اي حد يجيب بلغم اقول له روح يا ممدوح انت صبرت في لانج ديزيز، كانت مصر كلها يبقى عندها صبرت في لانج ديزيز. لا، لازم في شروط، لازم انت تكون بتجيب سبيوتم، بس سبيوتم يمتاز بخمس كلمات، ولازم الخمس كلمات يبقوا موجودين عشان اقول لك روح يا ممدوح انت يا ابني صبرت في لانج ديزيز. ايه هم الخمس كلمات دول؟ اول كلمه لازم تبقى عارف ان في ناس كاتبين بس بيستفسروا اسئله. في واحد طبعا بيقول لي مشغل الماتش على الايباد، ماشي. طب بقول لنا نتيجه بقى، اكتب النتيجه كده اول باول. المهم يعني المهم ان شاء الله برشلونه تتغلب ان شاء الله. فالمهم صبرت في لانج، عشان نيتكم مش صافيه. فالمهم صبرت في لانج ديزيز ده واحد بيجيب سبيوتم يمتاز بكم كلمه؟ خمس كلمات. ايه هم الخمس كلمات دول؟ اولا لابد ان يكون اكسسيفا. انا بتكلم عن واحد داخل عليا بيقول لي ده انا بجيب نص كوبايه في اليوم، انا بجيب كوبايه سبيوتم، ويدخل عليك كده يقول لك اتفضل يا دكتور، اتفضل يا دكاتره، سبيوتم اللي هو ايه؟ كميه لابد ان تكون اكسسيفا، يعني كثيره جدا، يعني كميه كبيره جدا. وتاني حاجه طبعا بيبقى فيتد اكيد، يعني انت محوش. بص، واحد عنده مثلا برونكاي وسع، تخيل كده واحد عنده البرونكاي واسع من تحت، فمليانه مرتع للسبيوتم والاورجانيزمات، صح؟ فطبعا ده بيفضي كل شويه. واحد عنده كرونيك ابسس مثلا، واحد عنده خراج مثلا في الرئه، طب ما ده قاعد يحوش سبيوتم بلاوي متنقله ب 60 يلا وعمال يفضي كل شويه ومتحوشه بقى، فبيبقى فيتد وبيرلنت في باس، يبقى لازم يكون اكسسيفا وفيتد وبيرلنت وباروكسيزمال، لانه عمال يحوش وبعدين يجيب سبيوتم وبعدين يفضي وبعدين يبدا يحوش تاني، فبيبقى باروكسيزمال، يعني بيروح وبيجي اوقات او ساعات او ايام. وبعد كده بقى، ودي اهم كلمه في الدنيا وهي دي اللي هتجي لك في الام اس كيو، بوزيشنال. يعني ايه بوزيشنال؟ وانا خدوا بالكم الحته دي مهمه جدا، لان دايما بقول اهم علم في الدنيا بالذات في التشيست هو علم الاوضاع. علم الاوضاع ده مهم جدا في التشيست، ليه؟ لان انا من كلمه، من وضع العيان، انا ممكن اعرف انت عندك ايه. يعني ايه علم الاوضاع؟ يعني في وضع نموذجي او وضع ذهبي لهذا المرض الحقير. يعني مثلا اللي عنده برونكيكتسز مثلا، يعني عنده تمدد الشعب، البرونكاي واسعه من تحت كده، اظن البرونكاي عندك كده تخيل تبقى واسعه من تحت، ايه اللي هيحصل؟ العيان ده هيبقى عنده بيجيب سبيوتم كتير قوي، اما ليننج فورورد، لما يطلع لقدام او يرجع لورا، يعني ما فيش حد بيرجع لورا، لكن لما يطلع لقدام يجي العيان يقول لك انا مثلا في الركوع او السجود وانا بصلي مثلا، ساعات بيبقى السبيوتم اكتر. يبقى اذا لما يجي يقول لك واحد بيجيب سبيوتم كتير اون ليننج فورورد، يبقى هو على طول ايه يا جماعه؟ روح انت عندك برونكيتسيس. طبعا ده هنفهمه لما نفهم المرض، بس بوريك ان البوزيشنال مهم. مثلا في اللانج ابسس، هنعرف ان اللانج ابسس كتير موست بروبابلي بيجي في رايت لانج، لانه انتوا عارفين البرونكاس اليمين بتبقى على المين كونتينيويشن واوسع، فعلى طول بتتزحلق على ايه يا جماعه؟ السيبتك. اي مثلا ابسس هيتكون في الرايت لانج، صح؟ يبقى اذا انت عندك خراج في الرايت لانج، يبقى لو نمت على الجهه الشمال اللي هي الهيلسي هتجيب سبيوتم اكتر، لان لو نمت على اليمين خلاص السبيوتم ده تحت، الابسس تحت. فهو مثلا في اللانج ابسس يقول لك انا في الليفت لاترال بوزيشن، روح انت عندك لانج ابس، انت واخد بالك؟ في عندنا اي مرض، يبقى اي مرض صبرة في لانج ديزيز هتزود اول، مش هتزود، ده انت هتبدا اول كلمه ايه؟ رقم واحد صبرة في سندروم. وما هو الصبرة في سندروم؟ هو عباره عن واحد بيجيب سبيوتم يمتاز بخمس كلمات. ايه هم الخمس كلمات تاني؟ اكسسيفا وفيتد وبيرولنت وباروكسيزمال وبوزيشنال. وفي كل مرض لازم تبقى عارف البوزيشنال. تقوم انت تقول لي طب وايه الامراض اللي عندنا اصلا الصبرة في لانج ديزيز؟ اقول لك هم اربع امراض، منهم ثلاثة مهمين لازم تذاكرهم كويس قوي، والرابع هنقوله بس في موضوع تاني غير الصبرة في لانج ديزيز. لان الموضوع الاول طبعا هو البرونكيكتسز، برونكيكتسز اللي هو تمدد الشعب، برونكاي واسعة من تحت، وهنفهم المرض ده بعدين. الموضوع التاني لانج ابسس، واخد بالك؟ طبعا لانج ابسس حاجة، واحد عنده برونكاي واسعة، واحد عنده كافيتي، واحد عنده مثلا مرض بقى. المرض ده يا جماعة بقى موضة اليومين دول، بيجي في الام اس كيو على طول، لان المرض ده من الامراض المهمه جدا جدا جدا، هو رير شويه. بس المرض ده بالذات يا جماعه اللي منكم يعني انترستد انه هيسافر بره، هو طبعا موجود هنا برضه، بس موجود مثلا كتير في انجلترا مثلا، يعني منكم هيمشي في سكه انجلترا، المرض ده عندهم مشهور جدا جدا، وعلى فكره وفي امريكا برضه موجود كتير، في فيلم حتى مش عارف شفتوه ولا لا. المهم المرض ده اسمه سيستيك فايبروزيس، مش عارف سمعتوا عنه قبل كده ولا لا، هتلاقوه في الكتاب عندكم، حتى انا في الكتاب كاتب الفيلم اللي هو
اكيد شفتوه، فايف فيت ابارت، اللي هو على فكره الفيلم ده فيلم امريكاني بس فيلم حلو جدا جدا، ولما تشوفه هو فيه مبالغه شويه في بعض الاحداث، لكن لما تشوفه هتفهم جدا جدا موضوع سيستيك فايبروز. اما اجي اشرحه هقول لكم لازم الفيلم ده الاول تعرفوه. وفيلم على فكره فيلم محترم، ويعني مش يعني فيلم ظريف، وقصه رومانسيه ظريفه، اتنين اتعرفوا على بعض، مش عارف شفتوه ولا لا، هو فيلم مشهور جدا يعني، اتنين اتعرفوا على بعض وهما بيتعالجوا، فالاتنين عندهم سيستيك فايبروز، بس انتوا عارفين لازم يبقوا بعاد عن بعض، واخدين بالكم بيبقوا بعاد عن بعض عشان الانفكشن، غالبا العيان ده بيموت اصلا بسبب الانفكشن يعني. المهم هو مرض، هنبقى المرض ده بيبقى فيه افرازات بتطلع وبيحوش افرازات كتير، وهنبقى نفهم المرض ده بعدين. المهم ان المرض ده من الحاجات اللي بتعمل صبرة السندروم. بالمناسبه المرض ده مهم جدا 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 في الام اس كيو، جايز في النظري مش مهم، في الريتن مش مهم، انما في الام اس كيو انا لو بحط امتحان ام اس كيو اول سؤال يجي في دماغي مش عارف ليه، ودايما بيبقى في سيستيك فايبروزز، ده بيبقى من حاجات، لان في اسئله كتير كده بتبقى ظريفه يعني. المهم سيستيك فايبروزز ده المرض الثالث، وفي عندنا المرض الرابع امبايما ويز برونكو كلورال فيستولا. من الاسم واضح امبايما، واحد عنده نيمونيا قلبت لصديد، والصديد عمل امبايما في البلورا، والبلورا فتحت ايه يعني، فتحوا على برونكو بلورال فيستولا، فممكن يجيب بص كتير، البص اللي في البلورا هيطلع بقى في الايه، وكل سنه وانت طيب. المهم في عندنا اربع امراض، الاربع امراض دول هنبدا نتكلم. رقم واحد احنا قلنا اي مرض في التشيست بتكلم عن ايه، الخمس حاجات دول، لكن لو كان المرض صبرتيف سندروم هتبدا رقم واحد بايه، لو كان المرض صبرتيف لانج ديزيز هتبدا بصبرتيف سندروم. يعني ايه صبرتيف سندروم؟ قلنا اللي بيجي في الام اس كيو بوزيشنال خلاص. ورقم اثنين في اي صبرتيف سندروم طبعا هيبقى فيه كمان هيموبتسيز، دي مهمه جدا جدا جدا، لان خد بالك انت عندك برونكاي واسعه، عندك كافيتي، عندك فيها بلاد فيسل، والبلاد فيسل دي معرضه ان يحصل انجري، يقوم يحصل هيموبتسيز. هتلاقي العيان دايما اللي عنده صبرتيف سندروم جاي يقول لك اه يا كلمتين، اه يا صبرتيف سندروم، واه يا هيموبتسيز بكح دم. تعرفين ان في نوع من انواع البرونكيتسز تبقى شكوته الاساسيه في الهيموبتسيز بقى، مش في الصبرتيف سندروم، واخد بالك؟ هنبقى نقوله بقى ما نيجي نشرح البرونكيتسز، حتى بيسموه برونكيتسز سيكا هيموراجيكا، سيكا يعني ناشف، هيموراجيكا نسبه للهيموبتسيز. المهم ان انت ما تنساش ابدا بقى، يبقى انت كده خلصت السيمبتومز، تقول لي ايه ده، هو انا كده خلصت السيمبتومز؟ اقول لك اه، السواد الاعظم من الامراض انت كده تقريبا خلاص خلصت السيمبتومز. طبعا في امراض هيبقى فيه يعني مثلا تي بي بيعمل حاجات ثانيه كتير، يعني اللنج كانسر طبعا هنقسمه، ده لنج كانسر بيعمل كل حاجه تقريبا، لكن كل امراض التشيست او معظمها اللي عايزك لما تشوف الحاجات دي اشطب عليها، لان نتفرغ للحاجات اللي ممكن تبقى زياده عن الحاجات دي. مش عارف فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى اي مرض من امراض التشيست السيمبتومز خمس حاجات، لكن لو كان صبرت بلانج ديزيز بنزود ايه؟ بنزود صبرتيف سندروم، وبنزود كمان هيموبتسيز. تحس ان السيمبتومز في امراض التشيست كلها انت مش هتبذل فيها مجهود خالص، يعني حتى في سي او بي دي هتيجي تقول لي هو العيان بيشتكي من ايه؟ هقوم قايل لك قول الديفينيشن اللي هنبقى نقوله، يعني الكرونيك برونكايتس مثلا عباره عن ايه؟ واحد بيكح برودكتيف كاف ثلاث شهور على الاقل في سنه لمده سنتين ورا بعض، يبقى هو ده السيمبتومز اصلا بيشتكي منها، وبعدين بقى بيشتكي من ديسنيا، بيشتكي انا بنقول بقى الكلام ده بعدين يعني. المهم انت بدايه مذاكرتك فعلا هي الساينس، والساينس لكل امراض التشيست بص بقى سلاح ذو حدين، سهله جدا جدا جدا. انا بقول لك انقص في اي برانش في البطنه، لكن ما تنقصش ابدا في التشيست، اقسم بالله اللي بينقص نص درجه في التشيست ده محفور مكانه في اقصى درجات الجحيم، اقصى درجات الجحيم، ولا يستحق ان يكون طبيبا. تخيل بقى، لان يا جماعه تنقص في التشيست ده يبقى اي كيو شمبانز يعني، انت لفيفرس يعني، ومع ذلك في ناس بتنقص. اقول لك ليه بتنقص بقى؟ لان التشيست فيه عيب مش هتاخد بالك لما تخلصه، اللي هو ايه، او لو انت دخلت الامتحان ومش مدي اخوانا اللي انا هقوله دلوقتي، ان كل الامراض بتبقى قريبه جدا من بعض، فكله ممكن يدخل في بعض. عشان كده يا جماعه السكيم مهمه جدا عشان تمسك خيوط اللعبه كده. يعني مثلا لما تيجي تشوف الساينس في جنرال وفي لوكال، الجنرال كل امراض التشيست تقريبا في ثلاث كلمات في الاول نكتبهم يعني اعرفهم، يعني ممكن يحصل فيفر من الانفكشن والانفلاميشن، ممكن تاكيبنيا ماشي، لان اصلا انت مجرد ان انت تدخل في هايبوكسيا دي ممكن تخلي الريسبيراتوري سنتر ايه، تاكيبنيا ماشي. الناس مثلا عندهم نيمونيا، ده انت في الاي سي يو تاني لدرجه ان ممكن الريسبيراتوري ريت اللي هي اكتر من 30 كمان، فالمفروض تبقى 18 مثلا، نقول 30 يعني اكتر كمان من كده، وتبقى سيفير نيمونيا. ممكن تاكيبنيا، مش كل امراض التشيست طبعا، يعني مثلا في نوع من الريسبيراتوري فيلير ما بيبقاش فيه تاكيبنيا، انا بنشوف الكلام ده بعدين، بلاش نشغل دماغك دلوقتي، انما تاكيبنيا وتاكيكارديا كمان.
اي مرض من امراض التشيست، فيفر، تاكيبنيا، تاكيكارديا، ما تبصلهمش وما تقولهمش، لان كل الامراض تقريبا ممكن يعملوا كده. لكن انا يهمني الزيادات بقى، بلس ايه؟ نمسك مع بعض خيوط اللعبه في ايدينا بقى. احنا قلنا اي مرض في التشيست فيفر وتاكيبنيا وتاكيكارديا، ولكن لو كان المرض نيمونيا، لو كان المرض ايه يا اولاد؟ نيمونيا. لو المرض نيمونيا هنزود ثلاث الوان بس. لما اجي اشرح النيمونيا انتوا بقى وانتوا قاعدين، يا ترى ايه هم الثلاث الوان؟ وان كان انت مش محتاج تسال السؤال ده، لان اكيد هتبقى الالوان الطبيه. يعني مش هقول مثلا في النيمونيا بيبقى بنفسجي مثلا، انما الالوان الطبيه يعني ممكن يبقى ازرق مثلا، صح؟ ممكن يبقى اصفر مثلا، صح؟ ممكن يبقى فيه بالور اب، بيبدو شويه من البالور، من التوكسيميا اللي ممكن تحصل. وبالمناسبه ممكن ساعات بيبقى فيه في الاول هايبر، يعني ممكن يبقى محمر شويه. لكن الالوان المهمه ممكن يبقى ابيض بالور، ممكن يصفر شويه جوندس وهنعرف ليه لما ناخد النيمونيا، ممكن يزرق طبعا، يعني لو ده ما زرقش طب مين اللي هيزرق؟ يعني عندك الفيولاي اوت اوف فانكشن، مش شغاله، بدل ما مليانه هواء هتبقى مليانه حاجات ثانيه، مليانه ميه يعني، فمفيش اكسجين داخل اصلا، فبيبقى عنده هايبوكسيا يعني معايا. فاذا المهم ان انا في النيمونيا انا بحب قوي الطالب اللي ماسك خيوط اللعبه فيه، لان عارف البطنه وسنينها وعمايلها. بطنه تمسك خيوط النيمونيا، ثلاث كلمات وثلاث الوان. انما لو زودنا في البرونكيكتسز بقى، اللي هو مرض تمدد الشعب، لما اجي اشرح البرونكيكتسز، لا عايزك تزود ايه يا جماعه؟ ثلاث اورام. ايه هم؟ مش مهم دلوقتي، لكن لما اجي اشرح برونكيكتسز اجي اقول ساينز اوف برونكيكتسز، هتقولوا لي على طول ايه الثلاث اورام؟ هيبقى ورم فوق، ورم تحت، ورم في النص. ورم فوق ده مهم جدا جدا جدا، وبتسال كتير في حالات التشيست اصلا، اللي هو بافي ايلاند. لان على طول الدكتور هيسالك سؤال، هيرفع نظارته كده وينفخ دخان سيجاره في وشك ويقول لك هو ليه في بافي ايلاند اصلا؟ طبعا لانه هو بيسال السؤال ده لانه عارف الطالب، ممكن طالب اي كيو، طالب اي كيو دول، طالب دولسي قوي، يقول له والله دكتور بافي ايلاند من الكرونيك كاف والكلام. طبعا ده بياخد صفر على طول، وان كان الكرونيك كاف تعمل كده، بس هو الحياه علمتني برضو، او بلاش بقى الحياه علمتني الحياه، ان غالبا دكتور التشيست بيسال السؤال ده، ليه اي مرض في التشيست بالذات البرونكيكتسز ليه بيعمل بافي ايليد؟ قول له عشان الامايلدوزس، لان من كومبليكيشنز اوف برونكيكتسز هنقول ان في امايلدوزس، وهنفهم يعني ايه امايلدوزس. عارفين طبعا في الامايلدوزس اي كرونيك انفلاميشن ممكن يعمل اصلا امايلدوزس، جايز ما عدا السيستميك لوبس. فالمهم في ورم فوق بافي ايليد، خلاص، ورم تحت هيبقى إديمة، وهنفهم ليه إديمة الولم. ورم في النص دي بقى أنا أقسم بالله ما شفتش امتحان إم إس كيو تشيست ما جاش سؤال على الحتة دي. ورم في النص اللي هو كلابينج، لما ناخد في الجنرال أسباب الكلابينج هنقول فيه جزء كبير قوي من الكلابينج طبعا تشيست، أنت واخد بالك؟ في أمراض كتير بتعمل كلابينج، فهنا البرونكيكسز بيعمل كلابينج. طب هي ليه بتيجي في الإم إس كيو؟ لأن في أمراض عندنا في التشيست بتعمل كلابينج كتير. لانج ابسس هيعمل، برونكيكسس هيعمل، انترستيشال مش عارف ايه هيعمل، انترستيشال لانج ديزيز. لكن في امراض ما بتعملش، واهم مرض عندنا في التشيست ما بيعملش. هقوم على طول اجيبه لك في الام اس كيو. اصل اهم مرض عندنا في التشيست اللي هو سي او بي دي، سي او بي دي ما بيعملش كلابنج والله العظيم. عشان كده السؤال ده يجي على طول، اول اوف ذا فولوينج يعمل كلابنج اكسبت، هتلاقي سي او بي دي. طبعا سي او بي دي مثلا، او ممكن يشيلها ويحط امفيزيما، ما هي سي او بي دي يعني، او ما هو السي او بي دي ده هنعرف ان هو مزيج ما بين الكرونيك برونكايتس والانفيزيما، بكره هنعرف ان شاء الله. فالمهم السي او بي دي ما بيعملش كلابنج الا بقى لو حصل حاجات تانية، يعني سي او بي دي وقلب للانج كانسر، ما تلاقي واحد عنده سي او بي دي وبدا يحصل له كلابنج، ده انت تاخده في حضنك كده عشان دموعك تنزل ورا ظهره يقوم ما يشوفهاش والله العظيم، لانه قد يكون لانج كانسر، ممكن يبقى قلب للبرونكايتس، ممكن يبقى مثلا دخل في حاجه. يعني المهم هنعرف ان في حالات معينه ممكن تعمل كده، انما سي او بي دي ان اتسلف ما يعملش ابدا كلابنج. وهو ده اللي هيخلي يبقى تاني مع النيمونيا بنزود ثلاث الوان، وانت قاعد دلوقتي اقعد سمع ثلاث الوان، بينما مع البرونكيكسس بنزود ثلاث اورام، ورم فوق، ورم تحت، ورم في النص. بينما مع السي او بي دي بنزود ايه بقى؟ بكره هقولها، كل الجسم بيورم من فوق لتحت كله، ما عدا ايه لسه قايلها حالا، ما تبقاش ذاكره دبانه، هو بقول الكلمه دبانه تشا وترجع تاني في نفس الحته، مش عشان هي رخمه على فكره، لانها بتبقى نسيت ان انت هشتها. فانا لسه قايلها حالا، سي او بي دي ما بيعملش كلابنج. يبقى لما اقول السي او بي دي لما اجي اشرحه بكره، المفروض اجي اقول ساينز، تقولوا انتم من ورا الشاشات تقولوا لي ايه؟ لا ما تقولهاش. ليه يا جماعه ما اقولهاش؟ ضميري، تقولوا لي الضمير ده اتخلق لاصحاب النفوس الضعيفه. ضمير ايه؟ كل الجسم بيورم من فوق لتحت ما عدا كلابنج.
ما بيحصلش كلبنج. امسك الجسم، عارف بكره هقول لك ايه؟ هقول لك كل جسم بيورم من فوق لتحت، يعني بافي ايلاند. انزل تحت شويه كونجستد نيك بين. عايز تنزل تحت شويه ترقيه، مش عارف بيحصل حاجه اسمها ترقيه الطق. عايز تنزل تحت شويه بيحصل في الشولدر تيومر في الشولدر. طبعا هو مش ورم في الشولدر يعني، انما انا قصدي بيبقى الشولدر عامل كده اللي هو انت واخد بالك، لو بيبقى مرفع الشولدر كده اللي هو بيسموه حتى بروفيشنال اتيتيود. عارف لما بيبقى دكتور كده داخل المحاضره وعايز يعيش الدور تلاقيه يا اولاد ويرفع لك كتف كده، عارف انت، او حتى في مذيعين كده في التلفزيون تلاقيه رفع لك كتف وبيتكلم، قال يعني عالم بيتكلم. المهم بروفيشنال اتيتيود، وهنعرف ليه. انزل تحت شويه كارديوميجالي، انزل تحت شويه الليفر ممكن يورم او يسقط، بلاش يسقط دي عشان فعلا مش حلو، طبعا يسقط بسبب الانفيزيما، انفيزيما هو كتير يقوم ممكن ينزل الليفر شويه. انزل تحت شويه، اوعى تقول لك كلابنج. الابدومين ممكن يحصل مش عارف ايه الايديما. بص بكره هنمسك كل، على فكره يا جماعه مش عارف انتوا خدتوا بالكم من كده ولا لا، اسهل حاجه في البطنه هي ليه؟ اسهل حاجه، اصعب ما في البطنه هي ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت كل اي حاجه بتحصل في البطنه تفسيرها ايه؟ انت ما بتبقى بالذات كبير في سنه خمسه، الناس اللي بيدرسوا بطنه في سنه خمسه دلوقتي تلاقي دايما اي ظاهره، ده مش اي ظاهره طبيه، انت متهيألي اي ظاهره في الدنيا تقدر تجيب لها تفسير. انما هي الفكره ان انا افتكر ايه هي الظاهره دي. ما هو انا لو مش فاكر ايه، طب هعرفها ليه اصلا؟ يعني يا جماعه انا ما بقول لك دلوقتي كل جسم بيورم من فوق لتحت، ام شور، انا واثق ان انا لو قعدت معاك حتى قبل ما اشرح قلت لك هو ليه يا ابني السي او بي دي بيعمل كونجست نيك بين، انت تعرف على فكره. انت جايز انت مش عارف، لان انت ما سالتش نفسك سؤال، انت مستني ان انا اقوله. بس انت لو قعدت مع نفسك كده انت تلاقي نفسك تعرف. بس هي الفكره ايه بقى؟ ان انا في الامتحان افتكر ان هي بتعمل كونجست نيك بين مثلا يعني. فامسك خيوط اللعبه، ما اجي اقول لك هو ليه بيحصل كارديو ميجالي، والله العظيم انتوا عارفين، لان اكيد العيان ده، وانا قلت الكلام ده في الكارديولوجي، سي او بي دي هو السبب رقم 2 في العالم اللي بيعمل رايت سايدد هارت فيلير، وبالمناسبه ممكن يعمل ليفت كمان لو واخد بالك. فهو اديما الولمب، انت عارف ليه؟ ليه بافي ايليد؟ ما هو انت عارف برضو ان بيحصل كرونيك كاف واي مرض في البرونكيكسس كان اميليدوزس وما الى ذلك يعني. المهم يبقى مع السي او بي دي كل الجسم بيورم ما عدا حاجه واحده. طب مع التي بي هنزود 2 سي، يبقى نقولهم بقى سي سي، وانا اسف لو الكلمه دي جايه على الجرح عند البعض منكم، فسي سي انا بنعرفهم بقى في التي بي. مع الانترستيشيال لانج ديزيز، خد بالك بقى لما اجي اشرح انترستيشيال لانج ديزيز هنزود ايه؟ هنزود 5 سي. ايه هم الخمسه سي؟ لنا موعد ولقاء في الانترستيشيال لانج ديزيز. بس هبقى مبسوط قوي يا جماعه وانا بشرح انترستيشيال لانج ديزيز، وبقول ان الكلينيكال بيكتشر هيبقوا 7 حاجات، انت واخد بالك؟ وبعدين بقى تقوم انت تقول لي في الساينس، اقول لكم الساينس اوف انترستيشيال لانج ديزيز، هبقى مبسوط قوي لما تقول لي 5 سي. يوميها بقى بقول لك ايه هم الخمسه سي. سي وسي وسي وسي، وتقدر انت تقول على فكره منهم سي سي هي انا قلتها لسه قايلها في كارديولوجي حتى، اللي هي كريبيتيشن، انت واخد بالك؟ وعرفنا ليه لما قلت لك كريبتيشن، يا ميه في الالفيولاي يا فايبروزس. ما هو انترستيشال لانج ديزيز يعني بتوين الالفيولاي بيبقى فيه مشاكل فايبروزس، يبقى نشوف الكلام ده بعدين. المهم يبقى اذا الساينز الجنرال ساينز سهله جدا وخلاص خلصنا. ندخل بقى بعد كده لوكال ساينز. اللوكال ساينز عملي، يعني انت المفروض طبعا عارفينها كويس جدا من عملي، ولكن انا هقولها من وجهه نظر نظريه اللي هو النقط اللي بتيجي في الام اس كيو. اعتقد اللوكال ساينز انت مش هتحتاج تذاكرها في كل امراض التشست، يعني انت بمجرد ما هتفهم الباثولوجي بتاع المرض او تفهم المرض، يا جماعه ما فيش طالب هيذاكر لوكال ساينز بس بتركز فيها دلوقتي الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، انت واخد بالك؟ اللوكال ساينز بس خد بالك، عمل التشست ده انا دايما انا مقتنع ان اسهل عملي في الدنيا هو عملي تشست. يعني مثلا هقول لك على حاجه في كارديولوجي في مثلا بيبقى في دكتور متميز قوي، دكتور متمكن قوي، ودكتور نص نص، وبالمناسبه هي موهبه يعني في جزء منها طبعا مذاكره وتبقى اللي هو وبتتعب وبتبذل مجهود وبتشتغل كتير وبتشوف حالات كتير، لكن هو برضه في جزء موهبه. ساعات كده يقول لك الدكتور ده ودنه بتجيب حاجات والله ما يجيبهاش الايكو، ما يجيبهاش الاي سي جي. ساعات واحد يقول لك ده ودنه حلوه، ده ودنه مش عارف ايه، ده بيشخص بيحط سماعته مش عارف، ده ايده بيجيب ايه، ده يعني في دكتور شاطر وفي دكتور كذا وفي دكتور مش عارف. ونشوف يعني عامل الكارديولوجي مثلا الدكتور اشرف زكي مثلا، يعني انت بتشوف ده في الاوسكالتيشن بالذات في الكارديولوجي، شوف عامل ازاي. مش كل الدكاتره بيبقوا ايه يا جماعه، بيبقى انما التشيست لا مفيش فرق،
كله زي بعض. انا مقتنع ان عمل التشيس ده ما فيهوش اي حاجه، وبينه وبينكو الكلام ده مقتنع باللوكال ساينس، انا مقتنع التشيس ده هيستوري كويس، سيمتومز انفستيجيشنز، ولا اكزامينيشن ولا بتاع، وما فيش فرق بين اي دكتور في الام. يعني المهم شايف ان هو اللوكال ساينس، وانت لو ذاكرته مره واحده شفت عيان واحد بس في حياتك سي او بي دي هتقدر، مش عايز منك حاجه ثانيه، واخد بالك؟ فهو عموما نبدا ناخدها واحده واحده كده. انسبكشن، هتبص بص، عارفين اي عمل في الدنيا انسبكشن، بالبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. فنبدا اول حاجه انسبكشن مثلا. الانسبكشن هتبص بص، خد بالك في الكارديولوجي كان الانسبكشن والبالبيشن كانوا بيتعمل سويا، يعني كنا بنبص ونحط ايدينا في نفس الوقت. طبعا بتبص في الاول على سكار مش عارف ايه بريكارديال بلج، لكن بعد كده على طول بنبص وبالبيشن مع بعض. انما هنا بتبدا في الاول كده تبص بص انسبكشن. وفي الانسبكشن انا ببص على ثلاث حاجات، والثلاثه مش مهمين قوي هنا دلوقتي. يعني يهمنا منهم اول حاجه مثلا شيب اوف تشيست، بديهيات الحياه. ما هو انا لما تبص بصه شيب اوف تشيست تقف كده على رجل العيان وتبص، لما تيجي تبص تلاقي التشيست يا اما بلج حته جزء طالع لبره، يا اما داخل لجوه، طالع لبره بلج، داخل لجوه ريتراكشن، ماشي، طلع لبره، طلع لبره، ايه الحاجات اللي ممكن تعمل يونيلاترال بلش؟ بكل بساطه اي حاجه، اي اكيوميليشن لاي حاجه جوه البلورا. يعني اصل لو جوه اللنج طب يعني هتوصل ازاي؟ انما لو جوه البلورا بره، ميه في البلورا مثلا، بلورا الافيوجن، هواء في البلورا مثلا، تنشن نيوموثوركس او نيوموثوركس مثلا، وهكذا. انما موست بروبابلي حاجه فين؟ حاجه في البلورا. طب لو حاجه جوه لازم بقى تبقى الالفيولاي مرض كرونيك، والالفيولاي مليانه مثلا، حصل هايبر انفليشن زي مرض اسمه انفيزيما، بس الانفيزيما بتبقى بايلاترال، وعشان كده بتعمل بايلاترال بلج. طبعا كلمه بايلاترال بلج دي اللي هي بيسموها اسم مش مستحب، وما يصحش انك تقوله للعيان، وفي سي او بي دي هنغير الاسم ده بالصفات بتاعته، اللي هي حاجه اسمها بارل شيبد، اللي هو بيبقى لان بارل شيبد يعني شكل البرميل، فما ينفعش العيان تقول له انت شكل البرميل ولا مؤاخذه، فهو برضه يقول لك، فما بنقولش بقى بارل شيب، بنقول حاجات ثانيه، بيقول انكريز في الانتيرو بوستيريور دايمتر، يقول لك اللي هي ايه، قول له يعني زي البرميل يعني يا استاذ ممدوح. فالمهم الانفيزيما ماشي، انما اللي يهمني بلورال افيوجن يونوثوركس، اي حاجه تعمل اكيوميليشن لاي حاجه في البلورا هتعمل يونيلاترال بلش. خد بالك ان احنا عندنا امراض كتير قوي زي مثلا النيمونيا، ما تعملش حاجه في الشيب اوف تشيست، لكن لو كومبليكيتد باي بلورال افيوجن هتعمل يونيلاترال بلش، انت واخد بالك؟ وهكذا يعني. طيب ريتراكشن، ايه اللي ممكن يشد التشيست لجوه؟ اظن لو حصل فايبروزس او كولابس، اي بقى فايبروزس، اي مرض يهيل بفايبروزس ممكن تلاقي فيه يونيلاترال ريتراكشن او كولابس، انت واخد بالك؟ فالاثنين دول ممكن يعملوا ريتراكشن كده. فاذا الحاجات اللي بتعمل بلج، الحاجات اللي بتعمل ريتراكشن اعتقد ولا هتجيلك في الام سي كيو، واعتقد انت مش محتاج تبص عليها، واعتقد في اي مرض تقدر تالفها. مرض في البلوره هيعمل ايه؟ يونيلاترال بلج. انما مرض جوه باستثناء الانفيزيما مش هيعمل، ما اعتقدش انه يعمل حاجه. عن نيمونيا مثلا شويه الالفيولاي اهي، بدل ما هي مليانه هواء بقت مليانه ميه، مش هيحصل حاجه الا لو حصل بلورال افيوجن. تاني حاجه بنبص عليها ريسبيراتوري موفمنت، ودي هنشرحها، اللي هو بتشوف الريسبيراتوري موفمنت، هنشرحها في كل مرض، تلاقي الريسبيراتوري موفمنت بتقل طبعا، ديمينيشد في كل امراض التشيست عندنا هتلاقيها، ونعرف الجهه البايظه ان انت بتبص بتلاقي الحركه بتاعتها ديمينيشد شويه، او الريسبيراتوري موفمنت، حركه الريسبيراتوري موفمنت بتقل في كل الامراض. واعتقد دي برده مش هتتسال عليها خالص لانها بتقل في كل الامراض. ممكن لو واحد عنده بلوريزي فبيخاف ياخد نفس عميق، لان في وجع احتكاك الطبقتين ممكن مع النفس، ايه يا جماعه، لما بيوقف نفسه حتى بيستريح مفيش الم، ياخد نفس فبيخاف ياخد نفس عميق، فبيبقى الشالو ريسبيريشن. دي ما بتحصلش الا في البلوريزي بس، ومش مهمه. الانسبكشن في التشيست بينه وبينكم مش مهم قوي ومش صعب، وعلى الاقل في النظري، ومش هيجي عليه اسئله في الام سي كيو لانه من بديهيات الحياه. انما اللي ممكن يجي في الام سي كيو بقى من اول البالبيشن. وفي البالبيشن في 3 تي، انا بحب اعلق دايما اقول لك كفايه 2 تي بس. التهايه الاولى اللي هي التركيه او التركيه، التركيه طبعا يهمني في التركيه جدا تعرف هل هي شيفتد للاوبوزيت سايد ولا شيفتد تو ذا سيم سايد. طبعا الكلام ده تاخدوه في العملي، لكن انا عايز بس ايه اللي يخلي التركيه يزقها للاوبوزيت سايد. اعتقد نفس اللي كان بيزق التشيست لبره هو اللي هيشد الايه، هو اللي هيزق التركيه لبره. يعني لو في بلورال افيوجن، لو في نيوموثوركس،
طبعا امفيزيما بايلاترال، فمش هيحصل حاجه، يمين وشمال زي بعض. انما اي مثلا الحاجات اللي كانت بتزق التشيست لبره هي اللي هتزق التراكيه لايه؟ للاوبوزيت سايد. والحاجات اللي بتشد التشيست لجوه زي الفايبروزس والكولابس هتشد التراكيه تو ذا سيم سايت. طبعا الحته دي مهمه عشان اسئله الام اس كيو. ما اجي اقول لك مثلا عيان جالك وجينا نعمل بيركشن على الرايت لانج لقينا فيه دنس، يبقى فيه مصيبه في الرايت لانج، وبعدين شفنا الترقيه لقيناها شيفت تو ذا ايه؟ تو ذا ليفت. لو واخد بالك يبقى حاجه هنا اللي عمل دنس هنا شيفت تو ذا ليفت، يبقى ممكن يبقى بلورال افيوجن. طب لو قلت لك فيه هنا في اليمين هايبر ريزونانت والترقيه بتروح تو ذا ليفت، يبقى هايبر ريزونانت، يبقى فيه هواء كتير، يبقى نيوموثوركس. لو قلت لك ان في الرايت لانج دلنس، يعني الرايت لانج اهي ادي الترقيه اهي والرايت لانج اهي، ولقيت في دلنس بخبط لقيتها ضل، المفروض ما تبقاش ضل، المفروض تبقى بترن عشان في هواء، لكن لقيتها ضل، حته ضل كده، ولقيت الترقيه. شوف بقى الترقيه شفت زي ايه؟ اوبوزيت سايد، خلاص اوبوزيت سايد، يبقى هو بلورال افيوجن. طب لقيت الترقيه بقى شفت تو ذا سيم سايد، يبقى حاجه بتشد، يبقى ده فايبروزس، فاهم؟ او كولابس، فاهم الحته دي؟ طبعا البلورال افيوجن لما ناخده بقى باكثر عمقا هنعرف انه بيبدا من تحت لفوق، فاللي في الاول ممكن يشفت معاك مش الترقيه، الترقيه فوق، ممكن يبقى الميدياستاينم عموما. يعني هنفهم الكلام ده لما نيجي نقول بلورال افيوجن، لكن انا اعتقد ما يحدث في الترقيه سهل جدا، لانه هو زي الايه؟ شيب اوف تشيست، فكلام حماده بالجنزبيل جدا ماشي. انما اللي يهمني جدا 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 بقى هو التكتايل، وركزوا بقى معايا لان النقطه دي هي بدايه اللوكال سايت. تكتايل فوكال بريمتس، تكتايل يعني تكتايل يعني ملموس، ملموس او محسوس، فوكال يعني صوت، بريمتس يعني اهتزاز او رعشه، عايزين اسم رومانس كده يقول لك رعشه الصوت، او بص ايه رعشه الصوت او اهتزاز الصوت الملموسه او المحسوسه. تكتايل فوكال بريمتس، كلمة تكتايل فوكال فريمتس خد بالك بقى، تعالوا كده نشرحها بقى بالتفصيل. بص يا ولاد، تكتايل فوكال فريمتس ما نرسم كده، دي ايه اللي نرسمها؟ اوكي وادي المين برونكس اهو، احنا قلنا في مين برونكس، بعدين لوبر، بعدين سيجمنتال، والسيجمنتال تيرمينال برونكيولز، وبعدين ريسبيراتور برونكيولز. خلاص القصه دي انساها دلوقتي. انا بص هو برونكاي، هنقول برونكاي وخلاص. وادي الرئه، خلاص لانج اهي، واضح كده؟ حلو الكلام، كلام جميل. تيجي نغير اللون، نغير اللون. ماشي، خلينا باللون ده وخلاص دلوقتي مؤقتا. لا نغيره. ماشي. بصوا يا جماعة، فأدي كده الرئة أهي. سيادتك لما تيجي تتكلم عايزك تعمل فايبريشن كده. تقول لي فايبريشن ازاي الاحبال الصوتيه؟ اقول لك قول 4 4 4 4 9 9 اي اي لو انت خلص. المفروض ان الصوت بينتقل من هنا يمشي 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 يمشي. سيادتك بتحط ايدك فين؟ تحطه هنا اهو، تاخد بالك على صدر العيان او على ظهر العيان، فتقوم حاطط ايدك عشان تحس التي في اف. المفروض ان انت طبعا عندك في رئه ثانيه هنا كده، ان انت لما بتقول 4 4 وتحط ايدك بتحس، تحس صوت 4 4 4 4 في فايبريشن. خلاص الفايبريشن ده اعتقد هيقل، هيقل هو ده تي في اف، بيقل في كل امراض التشست. ده لوجيك جدا، يعني اي مرض هيجي، لان اي مرض بيعمل ايه يا جماعه؟ هيعوق مرور الصوت. يعني انت لو عندك اي مرض في الدنيا، اي مرض في التشست هنا كده، هيعوق مرور الصوت، فهيخلي التي في اف تقل. اذا وبراءه الاطفال في عينيك لما يقول لك تي في اف، قول له بتقل في كل امراض التشست ما عدا ثلاث حالات فقط. ومن لطف الاقدار بينا ان الثلاث حالات دول بحرف السي، سي 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 سي، هم دول الثلاث حالات بس اللي ممكن يزودوا التي في اف. واحد يقول لي طب ايه هم الثلاث حالات دول؟ اقول لك بدل ما اديك سمكه طب انا اديك صناره. هو مين يا اولاد اللي يوصل الصوت احسن؟ احنا اتفقنا ان اي مرض هيعوق مرور الصوت، فهتيجي تحط ايدك فتلاقي يعوق مرور الفايبريشن، فتحط ايدك تقوم تلاقي الفايبريشن ايه يا جماعه؟ بيقل، صح؟ ما عدا في ثلاث حالات. ايه هم الثلاث حالات؟ الثلاث حالات من لطف الاقدار بينا انهم بحرف الايه يا جماعه؟ بحرف السي. ايه هم الثلاث حالات دول؟
هو مين اللي بيوصل الصوت احسن؟ هسألكوا سؤال، الهواء، الهواء ولا المادة الصلبة؟ يعني مين اللي يوصل الصوت احسن، بالذات لو كان الصوت بيعدي بالوسطين، يعني بينتقل عن طريق الوسطين دول، مين لو كان كله هواء ولا لو هواء وبعدين قام داخل في مادة صلبة؟ مش عايز ألخبطكم، مين اللي بيوصل الصوت احسن، الهواء ولا المادة الصلبة؟ قبل ما تجاوب السؤال ده وانت قاعد كده خبط على مكتبك كده، خبط، سامع الصوت ده؟ اه سامعه. طب حط ودنك على المكتب كده وخبط، تقوم تسمع الصوت احسن من لما كنت بتسمعه عن طريق الهواء. طب يبقى كده كونكلوله ايه او كونكلوجن ايه؟ انه كلما كان الوسط اكثر صلابه كلما وصل الصوت احسن. يعني كل ما يبقى الماده اكثر صلابه كل ما الايه يا جماعه؟ عشان كده اسالك سؤال، هو مين تفتكر اللي يوصل الصوت احسن، الميه ولا الهواء؟ مين الاكثر صلابه؟ الميه. يبقى الميه هيوصل الصوت احسن. وعشان كده في مثل كلنا عارفينه بيقول ايه يا جماعه؟ الحيتان، الحيتان ليها ودان، صح ولا غلط؟ عشان كده الحوت تحت الميه بيسمع دبه النمله. ولما يجي واحد النهارده تبقى قاعد مع ستك كده، في ستك تقول لك يا ابني الحيتان ليها ودان، قول لها ستي عشان الحيتان ايه؟ عشان الميه بتوصل الصوت احسن من الهواء. خدت الكلام ده فين؟ قول لها قول قول قول، خدته في التشيست. انت واخد بالك وانا بذاكر التي في اف؟ تقول لك اللي هو تقطيع الفوكال فريمتس، اه اللي هو بيقل في كل امراض التشيست ما عدا ثلاث حالات. ايه هم الثلاث حالات؟ اي حاجه تخلي الوسط اكثر صلابه من الهواء. عشان كده لما اقول لك 3 سي، المفروض انتوا كلكم دلوقتي من ورا الشاشات تقولوا لي ايه؟ لا ما تقولهمش، لان نقدر نالفهم. والله العظيم تقدر تالفهم. يعني السي سي هي الاولى مثلا، اي حاجه بتعمل كونسوليديشن، كونسوليديشن اللي هو تيبس الرئه، تصلب الرئه. كونسوليديشن اللي هي ايه يا جماعه؟ برضه عشان نبقى فاهمين يعني ايه كونسوليديشن، ايه اللي انا رسمها دي؟ دي ايه؟ دي الفيولاي. برافو عليك، الفيولاي صح؟ الالفيولاي بتبقى مليانه ايه؟ اللي عن طريقها كده بيتم تبادل الغازات، مش عارف عارفين المعلومه دي ولا لا. الالفيولاي مليانه هواء، لكن لما تبقى مليانه ميه يبقى يكسر ايه؟ يصبح ايه؟ يبقى تي في اف هيزيد. يقوم واحد يقول لي كونسوليديشن الفيولاي اوت اوف فانكشن، ما عادش فيه هواء، بقى فيه ميه او فيه بص او فيه اي نيله متنيله ب 60 نيله، المهم ان فيه يا جماعه كونسوليديشن يعني. يقوم واحد فيكم يقول لي اقول له فيه ايه يا ابني؟ يقول لي عشان كده كانت اهم كلمه في النيمونيا ان التي في اف بي ايه؟ بيزيد. لما النهارده يقول لك بتزيد دي، اصل يا جماعه في النيمونيا هنعرف ان انت عندك مثلا وليكن لوبر نيمونيا، تلاقي اللوب ده الالفيولاي بتاعته كلها مليانه ميه، فالصوت تي في اف اهو يجي يعدي هنا بالميه تلاقي تي في اف زاد قوي. فاي حاجه بتعمل كونسوليديشن، مش شرط نيمونيا طبعا، ممكن مثلا اي حاجه ثانيه. يعني على فكره البرونكيكتسز مثلا هي برضو بتبقى مليانه ميه تحت، برونكاي مليانه ميه واسعه من تحت ومليانه ميه يعني. فالمهم اي حاجه بتعمل ايه يا جماعه؟ السي سي هي الاولى، اي حاجه بتعمل كونسوليديشن. والسي سي هي الثانيه والله العظيم هو عيب بقى من ورا الشاشات مش قدامي كده، ان لو انتوا قدامي دلوقتي لو انا قاعد بقى بشرح في محاضره انا عمري ما بقول ان المفروض ببص لكم انتوا تقولوا لهم رقم واحد كونسوليديشن، ورقم ده الانجليزي كله يا جدعان ما فيهوش الا ثلاث كلمات بحرف السي، بعدين سي سي سي، يعني عيب بقى تغلط فيهم. ده انت ممكن تروح ده يعني هو السي سي هي الاولى كونسوليديشن، انت واخد بالك؟ السي سي هي الثانيه كافيتي. طبعا ما هي كافيتي هتبقى مليانه ايه يعني؟ فراغ، ما هي مليانه فلويد ليفل، فيها كافيتي وفلويد، فيها فلويد ابسس، انت واخد بالك؟ بس بشرط يعني انه يبقى سوبرفيشال ابسس، سوبرفيشال، لانه لو ديب ابسس اصلا ملوش علاقه بالتي في اف لان ايدك بتقطع من بره يعني، فهو سوبرفيشال ابسس. طب انت ليه ما قلتش ابس؟ يا عم انا عايز اقول كافيتي عشان تبقى 3 سي يعني، انت واخد بالك؟ طب والسي هي الثالثه؟ السي هي الثالثه دي كولابس. وخد بالك كولابس دي انت المفروض طبعا تعرف ليه، يعني انا ما اعتقدش ان حد قاعد يقول لي هو كولابس، لان كولابس ايه اللي انا عاملها دي؟ هي الفيولاي. يعني ايه كولابس؟ بقت كده يعني شلت الهواء وما حطيتش حاجه فبقت الالفيولاي جسم صلب، كولابست. بس بشرط برضو، ما احنا برضو يا جماعه يعني ربنا ادانا مخ ليه؟ يعني لو عندك خليتين مخ في دماغك كلمه كولابس دي صح قوي طبعا، بس ممكن تبقى غلط قوي، لان كولابس لازم يبقى بارشال كولابس. يعني ايه بارشال كولابس؟ واحد عنده مثلا بلورال افيوجن ضغطت على ايه بس، مش لدرجه تقفل البرونكس خالص، مش كومبليت كولابس، لان لو كومبليت كولابس يا اخوانا الصوت اصلا مش هيوصل. يعني تخيل الحته دي مش وصل لها هو خالص، ما خلاص بقى تي في اف، ما يعني ما تبقاش اي كيو شمبانزي برضه ما تبقاش. فهو
عشان كده قال لك كونسوليديشن الكافيتي سوبرفيشال كافيتي الكولابس بارشال كولابس. عشان كده في الام اس كيو هيجي يقول لك اول اوف ذا فالونج بيزود التي في اف اكسبت، ويجي يقول لك كونسوليديشن او يقول لك مثلا نيمونيا كافيتي بارشال كولابس كومبليت كولابس، يبقى اكسبت طبعا كومبليت كولابس. لو كانت كولابس كومبليتا التي في اف بيقل عادي جدا، اي مرض تاني التي في اف بيقل. يبقى كل امراض التشست بتقلل التي في اف ما عدا 3 ايه 3 سي 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 سي، ولو الكلمه دي جايه على الجرح عند البعض منكم نخليها 3 بي 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 بي. البي الاولى نيمونيا، ما هي اللي اهم سبب يعمل كونسوليديشن يعني، والبي الثانيه بالمونري ابسس، والبي الثالثه بارشال كولابس. بارشال كولابس سهله اهي صح. هنا نرجع تاني تشست، يبقى خلاص تكتال فوكال فريمتس بيقل في كل الامراض ما عدا 3 ايه يا اولاد 3 سي كونسوليديشن كافيتي كولابس. البركشن يا راجل لا البركشن لا بقى لا بقى مش الدرجات دي يعني. يعني احنا عارفين الطبيعي، الطبيعي ايه ان هو في النورمال ريزونانت بيرن. هو بالمناسبه البركشن استنى اسال سؤال الاذكياء فقط، الاذكياء ايه لا ده انا اسال سؤال فرصه، الناس اللي عمرهم ما بيجاوبوا اسئله يجاوبوا بقى، وانا فاتح المايكات يا جماعه جاوبوا كده معايا ولا انا مش فاتحها. استنوا خلاص ما فيش حد اتكلم خالص من اربع عدنا يا جماعه. اه طب ما انا اهو ماشي فتحتها لكم. يعني هو اسال سؤال، هو البركشن في اللنج بيبقى لايت بركشن ولا هيفي بركشن؟ ما تردوا عليا سمعوني صوتكم جد لايت. اه برافو عليك طبعا لايت طبعا لايت. ليه؟ حتى زي ما الامريكان بيقولوا للطلب عندهم يقول لك لانج لانج استنوا والله طلع ايه يقول لك ايه يا سيدي عشان حاجه تقريبا. طبعا البركشن ده المفروض يتلغى في العالم كله بالذات في الكارديو يعني والحاجات دي، هو لسه في التشيست شويه على فكره بس المفروض يتلغى في العالم. بص لانج يبقى ايه لايت طبعا ما عدا الباك، لان الباك فيه عضلات فلازم تخبط جامد يعني. طب بالمناسبة بقى هارت يبقى ايه؟ هيفي هارت اتش او اتش ما عدا طبعا البير اريا. طب بالمناسبة بقى ليفر، لما يقول لك ليفر قول له يا لئيم، لان الليفر عندنا في هاير بوردر هاير بوردر وفي عندنا اللور بوردر صح؟ الهاير يبقى هيفي بركشن، اللور يبقى لايت بركشن. طب زي ما الامريكان بيحفظوا للطلب عندهم البطن البطن ال في ال اهو تبقى لايت بركشن. طبعا الامريكان ما بيقولوش البطن، الامريكان بيقولوا الابدومن فبرضه هتبقى لايت بركشن خلاص. المهم ما علينا من الكلام ده، انا هنا عايز اقول البركشن بتاع طبعا لما تيجي تخبط على الرئه هيبقى ريزونانت لان في هواء، لكن احيانا تيجي تخبط تخبط تلاقيها بيرن قوي هايبر ريزونانت كده. مش محتاج اقول امتى، لان هايبر ريزونانت لما يبقى فيه هواء كتير قوي زي نيوموثوركس. الناس اللي عندهم نيوموثوركس تيجي كده في ده، الناس اللي عندهم تنشن نيوموثوركس يا جماعه اللي هو كل نفس بياخده بشويه هواء في البلوره زياده، كل نفس بياخده بيقتله فعلا. مرض كده هنبقى نشرحه تنشن نيوموثوركس ده، بتلاقيه بيرن خبط كده تلاقيه بيرن، يعني حاجه اللي هي هايبر هايبر ريزونانت يعني انت واخد بالك، اللي هو بيسموه حتى تيمبانيك واضح. بس خلينا بقى في الهايبر ريزونانت العادي انفيزيما او نيوموثوركس بسيط، واحد عنده open pneumothorax. طيب تيمبانيك بقى اللي هو هايبر هايبر ريزونانت اللي هو بيرن قوي، قلنا من شويه تنشن نيوموثوركس. تنشن نيوموثوركس ده اللي هو كل هواء بتاخده بهواء عمال كل نفس بتاخده بهواء بيدخل في البلورا. تخيل طبعا البلورا تفضل تتملي تتملي وطبعا بتضغط على الرئه والقلب، عشان كده لازم تلحقه بسرعه جدا يا اما العيان ده هيموت حاله من حالات الحرجه يعني. طب امتى يبقى في دلنس يا راجل؟ بس كده اي حاجه بقى، اي حاجه حطيت ميه حطيت فايبروسيشو شلت الهواء ما حطيتش حاجه كولابس شلت يبقى اي حاجه كولابس فايبروزس كونسوليديشن، يعني كل المنهج تقريبا هيعمل ضلنس يعني باستثناء لو فيه هواء. امتى يبقى ستوني ضلنس اللي هو بقى تيجي تخبط الايه مكتوب عامل زي الطوبه طبعا لو فيه بقى ميه كتير قوي بس بره في البلورا من بره ماسيف بلورا افيوجن يعني. اعتقد البركشن ده مش هتبص عليه لان اعتقد انا مش لما اجي اقول لك مثلا سي او بي دي واحد عنده انفيزيما هواء كتير فطبعا هيبقى ريزونانت يعني هيبقى هايبر ريزونانت يعني. ما بقول لك بلورال افيوجن هيبقى دلنس ولو هو ماسيف ستوني دلنس واخد بالك.
فهو انترستيشن لانج ديزيز هيبقى ضلنس يعني، برونكيتس في ميه كتير تحت هيبقى ايه يا جماعه؟ هيبقى ضلنس يعني، وهكذا يعني. طيب نبدا بقى نتكلم عن يبقى اذا بص بقى، اول ما اقول احنا كده وصلنا للاسكلتيشن، بس انت خدت بالك من حاجه؟ ان انا ولا ذكرت انسبكشن ولا بالبيشن ولا عشان كده في كل الامراض هتلاقي في الساينس انا كاتب لك ايه مثلا، اقول لك ذاكر السطر ده بس. يعني مثلا الشيب اوف تشيست حماده بالجنزبيل قوي يعني، البركشن يا راجل بس كده. هتيجي التي في اف، ما احنا عرفنا كل الامراض بتقلل التي في اف ما عدا 3 سي كونسوليديشن وكافيتي وكولابس. اي حاجه ثانيه هاجي اقول لك بلورال افيوجن تي في اف بيقل، هاجي اقول لك انترستيشال لانج ديزيز تي في اف بيقل، هاجي اقول لك تي في اف بيقل، هاجي اقول لك سي او بي دي تي في اف بيقل. ولما يقول لك ليه يا راجل ما انت فاهم بقى، لان اي مرض هيعوق مرور الصوت اصلا ما عدا لو كان وسطا يوصل الصوت احسن. واخد بالك؟ لو كان بيمر بوسط بيوصل الصوت احسن. وبكده وصلنا للاسكلتيشن. انا مقدر ان اول ما ببدا في الاسكلتيشن بتحس ان قلبك مقبوض كده. ليه قلبك مقبوض كده؟ لان في ذكريات مريره مع النفس في الكارديولوجي. طبعا اول ما اقول اسكلتيشن والسماعه واسمع نورمال ساوندز واديشنال ساوندز وميرمر، وسامع يا ابني ايه اللي ده ستوليك ميرمر في اورتيك ريجرش ولا لا؟ سمع ولا لا؟ طب بتحط سماعه فين؟ طب بيزيد ولا بيقل بالانسبيريشن؟ طب بالانسبيري اكسبيريشن قول طب الاس 1 اخباره؟ طب السبليتنج بتاع السكند ظهر؟ طب لا هتلاقي نفسك ايه يا جماعه تهت ولا طبعا انت سمعت ميرمر ولا اي حاجه. طب ميد ديستوليك ميرمر اوف ميترال ستنوزس؟ طب تلاقي الامور ايه تاهت منك كده. معنى على فكره الاسكلتيشن لو انت فاهمه كويس جدا جدا ظريف جدا وممتع جدا جدا، بس اسمع كتير. بالمناسبه نصيحه انا دايما اقولها للناس، اوعى ما تبقاش اهبل، ما تبقى ومش شهبل، ما تبقاش اي كيو تلففلس او اي كيو شمبانزي قاعد بيذاكر. يعني اوعى تقول لي ايه وانا رايح اشوف حاله ميتر وتبقى مبسوط قوي، اصل انا سمعت ميتر رسنوز، سمعت اورتك ريجرش، اقسم لك بالله لا يمكن بقى تسمعه في الامتحان بالطريقه دي. لان عايز تبقى قوي يا جماعه في الاوسكلتيشن او قوي في كارديولوجي او قوي في اي برانش، بالذات في الكارديولوجي يا جماعه، اسمع نورمال الاول. احنا لسه في بدايه السنه، قدامك اقعد براحتك خالص، اقعد براحتك اسمع نورمال يا جماعه. نورمال ما تبقاش اول حاله تسمعها في حياتك ميد ديستوليك ميرمر اوف ايه يا جماعه، رامبلنج ميرمر اوف ايه ميترال سينوزس. ده طالب قاعد وانا سمعت ايه اللي ديستوليك ميرمر اوف اورتيك ريجرش، والله عمرك ما تسمعه. انت بتسمعه يا ابني بالايحاء او عشان في دكتور جنبك بيقول لك ركز وحطه هنا بالظبط انما من نفسك كده تدخل ما تحبش تسمعه. ده بيبقى صوت سوفت بلوينج، بيبقى في اول الديستول. فانت الاول بص يا ابني اسمع نورمال. تقول لي اسمع نورمال على مين؟ اسمع نفسك. انت لسه على فكره انت لسه صغير يعني، انت في سنه خمسة، انت لسه ايه يا جماعه؟ لسه قلبك سليم ان شاء الله يعني. فبتلاقي اسمع نفسك، استغل الفرصه ان انت لسه سليم، انت بعد التخرج ما تضمنش. فاسمع على نفسك. طب انت في مشكله اسمع لاخوك الصغير يا اخي، كل يوم قول له تعالى كده بالليل واقعد حط سماعه واسمع. على فكره حط سماعه في اي حته، مش هقول لك النهارده حطها فين، حطها واسمع بس على صدر العيال، على صدرك. اخوك الصغير قال لك لا اسمع لاي حد، اسمع على بنت الجيران، والله خبط عليها قول لها انا عايز ابقى دكتور كارديولوجي كويس بقى. تقولك او اتفضل عايز تسمع نورمال؟ ايوه عايز اسمع. مش نورمال لسه، مش لسه بقى تقولك اه. فالمهم ان انت ايه اسمع نورمال. اللي تشست بقى والله لو جبته حمار لو سمع مره واحده بس هينها ويشخص لما تحط سماعه في ودنه الطويله دي. ليه؟ لان اللي تشست خد بالك اول حاجه انت بتعلق على ثلاث حاجات. اول واحده البريس ساوند، وبعدين اديشنال ساوند او بيسموها التولت شيست ادفنتيشس ماشي. وهل في سبيشال ساوند ولا لا؟ سبيشال ساوند مش هنجيب سيرتها الا في مرض واحد بس اللي هو الاكيوت ابسس، حاجه كده اسمها بوست تصف ساكشن، نبقى نقولها شهقه ما بعد الكحه. واحد عنده خراج اكيوت كده انت لو رحت قهوه على فكره، لا مش قهوه بقى غرزه اللي بيقعد عليها الناس المعلمين، لا طول ما عليه بيكح كده ويقوم الابسس ايه شهقه ما بعد الكحه، ابسسيون يشهد كده ينتفش تاتش. المهم انا سبيشال ساوند مش هجيب سيرتها غير في الاكيوت ابسس بس. الله يخليكم لما اجي اشرح الاكيوت ابسس فكروني بس، اشوفكم فاكرين ولا تقولوا لي يا دكتور في سبيشال تيست. اي مرض تاني انا هتكلم عن حاجتين بس، نبدا بالبريس ساوند ولا بالاديشنال ساوند اللي انتوا عايزينه. طبعا نبدا بالنورمال بريس ساوند الاول. البريس ساوند الطبيعي ايه؟ الطبيعي هو انا بحط السماعه على بق العيان ولا على هنا رقبته هنا كده، ولا بحطها تحت على الالفيولاي هنا او فضه على ظهره على الالفيولاي. الالفيولاي يعني ايه بالانجليزي؟ يعني فيسيكل، هي انجليزي يعني بيسموها حويصله او فيسيكل.
عشان كده انا بحط سماعه على الالفيولاي، يقوموا يسموها ايه بقى؟ فيزيكولار، فيزيكولار بريس ساوند. خلاص، صوت الفيزيكولار بريس ساوند هو الطبيعي، طبيعي اللي بيبقى عامل ازاي. مين شاطر يقول بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى عامل كده اهو، ادي الانسبيريشن. مين ملاحظ حاجه او مين ملاحظ حاجتين او مين ملاحظ ثلاث حاجات؟ اول حاجه ان الانسبيريشن قد الاكسبيريشن كم مره؟ 3 إلى 1، صح؟ صح، 3 إلى 1. طب تاني ملاحظه اللي ما فيش جاب، يعني بمجرد ما الانسبيريشن يخلص، قلنا في الكارديولوجي بيخلص ليه؟ هيرنج بلور ريفلكس، فاكرين لما قلنا بقى في الهارت فيلير عندما تتحول الالفيولاي من بالونه الى كوره، عشان كده بتوع القلب العيانين قلب تلاقي النفس بتاعهم الانسبيريشن قصير، واخد بالك؟ بس ما علينا من الكلام ده عشان ما تتلخبطش. انسبيريشن قد الاكسبيريشن 3 إلى 1 ونوجه بس كده. سهله ولا صعبه؟ سهله قوي. قول لي طب هو ليه ده بيحصل مع ان الهواء اللي بناخده قد الهواء اللي بنخرجه؟ طبيعي يعني، لوجيك جدا يعني. اقول لك بس خد بالك ان انت لما بتيجي تخرج الهواء، عمليه الانسبيريشن عمليه اكتف يا اخوانا. اول ما بتخلص هيرنج برور ريفلكس اللي احنا قلناه قبل كده، الضغط يصل الى قيمه معينه جوه الالفيولاي والريسبيراتوري برونكيولز، يقوم على طول ايه يا جماعه؟ الانسبيريشن يخلص، الهواء يطلع، عمليه باسيف. بيطلع، خد بالك بقى، بيطلع 80% منه في الثانيه الاولى. 80% من الهواء في الثانيه الاولى. ايه ده؟ يعني في هواء بيطلع هنا برضه بس 20% بس، متوزع على كام ثانيه مثلا؟ على كل ده. عشان كده انت ودنك يعني مش ما بتسمعش ده عشان تسمعه، مش هتسمعه. عشان كده انا ما بسمعش غير 80% اللي في الاول بس. ليه؟ لان في اول ثانيه طلع 80%، طب في الباقي طلع يا دوب 20%، اسمعهم ازاي دول؟ انت واخد بالك؟ عشان كده، عشان كده يقول لك ايه بقى؟ يقول لك وانه 3 إلى 1 البرونكاي، انا بطلع في الانسان الطبيعي البرونكاي بتاعتك لو طبيعيه مش ضيقه ولا حاجه، انا بطلع 80% في الثانيه الاولى، عشان كده دول اللي بسمعهم بس. فإذا الصوت بيبقى 3 إلى 1، وفي نفس الوقت نو إيه يا أخوانا؟ نو جاب. واضح ولا مش واضح؟ بس كده. ممكن الصوت يبقى ضعيف شوية، ما تسمعوش شوية، لو كان العيان تخين، لو كان في بلورال إفيوجن بيحيط بالرئة، الناس اللي عندهم بلورال إفيوجن مية بتحيط بالرئة من كل الجهات يعني، فأنت ما بتسمعش كويس. لدرجة لما أجي أشرح البلورال إفيوجن أقول لك بيبقى أهدى مكان في الأرض، لدرجة ان انت ما بتحط سماعتك على صدر واحد عنده بلورال فيوجن، ما بيبقاش هين عليك تشيل السماعة عشان ما تسمعش ضوضاء الحياة. المهم نيوموثوركس برضو نفس الحكاية، يعني اي حاجة بتعوق، بس دي مش مهمة، ما تهمنيش يعني. انا اللي يهمني بقى الاحتمال التاني. بص، يبقى الاحتمال الاول طبيعي، خلاص الطبيعي بيبقى 3 إلى 1 واسمه فيزيكولار بريس ساوند. هو انا الاحتمال التاني بيبقى عامل زي، هو انا ممكن لما اجي اسمع بقى الاقي صوت عامل كده؟ مين ملاحظ حاجتين؟ ان الانسبيريشن هنا قد الاكسبيريشن نسبه 1 إلى 1، ونو جاب لسه برضه. يبقى ايه اللي حصل؟ ان الاكسبيريشن بدل ما كان تلت بس بسمعه بقى زاد كده، يقوموا يسموه انسبيريشن فيزيكولار بريس ساوند ويز برولونجد اكسبيريشن. يعني الاكسبيريشن بقى برولونجد، يعني اجي اسمع الصوت شاف شاف ايه ده؟ تقوم انت لو واحد قاعد جنبك، تخيل كده تبقى قاعد النهارده على قهوه العلماء، قاعد تتفرج على ماتش برشلونه وميلان، وبعدين تلاقي ايه اللي حصل؟ تلاقي واحد جنبك بيتفرج، قول له ايه ده؟ انت مالك فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن ليه كده؟ يقول لك يا ابني، يبص لك كده يقوم قايل لك يا ابني تهبل يا ابني، هي ما فيش الا حاجه واحده بس اللي ممكن تعمل كده. ايه هي؟ لو المواسير البرونكاي ضيقه، لان البرونكاي ضيقه. ما هي يا ابني بص، دي برونكاي واسعه، خدت بالك؟ لما تبقى البرونكاي واسعه الهواء بيطلع 80%، هيطلع، هيعرف يطلع في اول ثانيه، صح؟ انما لو البرونكاي ضيقه، هل اقدر اطلع 80% في اول ثانيه؟ لا طب ليه؟ البرونكاي ضيقه يا ابني، هتلاقيني بيطلع كام؟ ده في ناس مثلا طلعوا مثلا 70% او 60%، يبقى الباقي 40%، لا في الحاله دي انا اقدر اسمعه، اسمعه على مدار الاكسبيريشن كله. فتلاقي بقى الموضوع عامل ازاي؟ يقوم واحد فيك ويقول لي ايه ده؟ يعني ده والله العظيم لو تعرف واحد صاحبك قاعد دلوقتي بتعمل ايه؟ يقول لك انا بذاكر. حقه. بتذاكر ايه؟ تشيست. حقه برضه. بتذاكر ايه في التشيست؟ قال لك اوسكالتيشن، يبدا القلق.
كله بتذاكر ايه في الاوسكالتيشن؟ قال لك بذاكر كوزز اوف فيزيكولار بريس ساوند ويز برولونجد اكسبيريشن. قطعه والله العظيم قطعه، لان ده ممكن يبهت عليك يخليك اي كيو شمبانزي زيه كده، انت واخد بالك؟ فطبعا لازم تقطعه على طول. واضح؟ قطع فعلا بجد، ان اي حاجه بتعمل برونكال نارونج هتعمل فيزيكولار ويز برولونجد اكسبيريشن. يعني ايه اللي ممكن يعمل برونكال نارونج؟ الموضوع ده هنشرحه بكره. سي او بي دي، كرونيك برونكايتس، برونكايتس ضيق، برونكال ازمه. واحد يقول لي عشان كده بقى الناس اللي عندهم برونكال ازمه تلاقيه بيعاني اصعب لحظات حياته في الاكسبيريشن، خصوصا ان خد بالك من حاجه انتم مش واخدين بالكم منها يا اخوانا، ان الناس اللي عندهم برونكال نارونج دول يتفضحوا في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن اكتر؟ يعني انت لو قاعد دلوقتي واحد عنده برونكال ازمه في الاتاك، او واحد من اخواننا المدخنين بيدخن بقاله مليون سنه وعنده البرونكاي ضيقه قوي، فشوف البرونكاي ضيقه ده يتفضح في الانسبيريشن ولا في الاكسبيريشن؟ في الاكسبيريشن. ليه؟ لان في الانسبيريشن انت بتاخد نفس، شوف الرئه تنفش كده تقوم البرونكاي توسع كده، طب في الاكسبيريشن يا تدي وعشان كده. طب لو هي اوريدي ضيقه هتتفضح اكتر في الاكسبيريشن. عشان كده اسال واحد عنده برونكال ازمه كده يقول لك اصعب لحظات حياتي لما تيجي الاتاك كل لحظه بطلع فيها الاكسبيريشن. يقول له امين يقول له ده وقت تتفلسف، لان البرونكال نارونج، اي برونكال نارونج على فكره، اي نارونج هيعمل كده بالذكرى الويس برولونج الاكسبيريشن، انت واخد بالك؟ يقوم واحد عشان كده ما تذكرهمش بقى كرونيك برونكايتس، ما احنا عارفين برونكال ازمه، انا كاتب ان وان وورد برونكال نارونج خلاص بقى. واحد عنده برونكوجينيك كارسينوما كانسر ضغط المسائل ويروح يكشف الدكتور مش قادر اخرج نفسي، يا ابني بتشرب سجاير، اه ممكن يبقى سي او بي دي، طب في برونكال ازمه، طب في، طب يطلع في الاخر كانسر، انت واخد بالك؟ طيب تعالى بقى الاحتمال الثاني والاخير. ايه ده؟ ده هم احتمالين اصلا، هو النورمال. طب في احتمالين، يا بذكر الويس برولونج اكسبيريشن يا برونكال بريس ساوند. اقسم بالله العظيم لو انا بكلم طلبه طبيعيين، المفروض هو المشكله ان انتم من ورا الشاشات دي بقى، ودي من المطبات اللي انا ما بحبهاش، يعني عشان كده بحب دايما اللايف اكتر يا جماعه، اللي هو يبقى قدام بعض اكتر. ليه؟ لان المفروض ان لما اقول برونكال بريس ساوند، لان انا لو انا طلبه طبيعيين المفروض ان انت ترد عليا وتقول لي لا ما تقولهمش. هو الاول نفهم يعني ايه برونكال بريس ساوند. ايه اللي انا رسمه ده؟ بص تعالوا بقى نطلع عشان نرسمها. كلمة برونكال بريس ساوند اصلا يعني ايه؟ بصوا يا اخوان، وفي حد مشغل المايك يا اخواننا، وتقريبا في الشارع واخدين بالكم، هنعمل ميوت كده تقريبا قاعد على المهم، في عندنا ده ايه؟ نقول المين برونكاس اهو، برونكايا خلاص. المهم عشان ما نقعدش نرسم بقى، ومين وبعدين لوبر وبعدين سيجمنتال وبعدين بص ادي كده اهو، وادي الرئه. بتحط سماعه فين؟ هنا ولا هنا على البرونكاس؟ يعني تحطها هنا ولا تحطها هنا؟ او ناقص تحطها على بقه؟ تحطها تحت على الفيولار صح؟ احيانا بقى تيجي تحط سماعتك هنا يا عزيزي وتسمع الصوت وكأنك حاططها هنا. تقول لي ايه ده تاني؟ اقول لك تحط سماعه هنا على الفيولاي تحت على الفيسيكل يا اخوان، وكأنك حاططها هنا. ايه ده؟ ازاي حصلت؟ ازاي دي؟ اقول لك حصلت ازاي يا ابني؟ لما تبقى الحته دي امتى؟ لما الحته دي تبقى بتوصل حلو قوي، بتوصل الصوت حلو قوي صح؟ يبقى انت لو عندك مرض هنا في الحته دي بيوصل الصوت حلو، يبقى الصوت هنا هيوصل هنا بنفس ذات الكفاءه، بنفس ذات الايه الكواليتي. وعشان كده يقول لك ايه الحاجات اللي بتعمل برونكيال بريس ساوند. المفروض لو انا وسط طلبه طبيعيين والله العظيم لو كنتوا قاعدين قدامي المفروض كلكم تقولوا لي لا ما تقولهاش. ليه يا اخوانا؟ ضميري، الضمير ده اتخلق لاصحاب النفوس الضعيفه، مش انا تقولهمش، واتحايل عليكم عشان اقول طب والنبي يا جماعه قولهم. لان نفس الحاجات اللي بتعمل برونكيال بريس ساوند، ما هي الحاجات اللي بتخلي التوصيل هنا حلو صح، اللي بتوصل الصوت حلو، هي نفس ذات الحاجات اللي كانت بتزود ايه التي في اف يا اخوانا، اللي هم نفسهم الثلاثه سي يا اخوانا. عشان كده مجرد انك تفكر يبقى انت في حاجه غلط، يعني اقف على نفسك قدام المرايه النهارده قول في حاجه غلط بقى. عشان كده الحاجات اللي بتعمل برونكيال بريس ساوند المفروض هي نفس الحاجات اللي كانت بتعمل ايه بتزود التي في اف اهي. هي اكتب كده هي عشان تفتكر يعني ايه كلمه هي، يعني نفس ذات الحاجات اللي كانوا بيزودوا هي اللي بتزود التي في اف، اللي هم الثلاثه سي، اللي هم كونسوليديشن وكافيتي وكولابس، وبشرط ان الكولابس يكون بارشيالا وليس كومبليتا.
صح ولا غلط؟ مين هو الطالب اللي محفور مكانه في أقصى درجات الجحيم ولا يستحق أن يكون طبيبا، اللي من 5 دقائق كان بيذاكر أسباب التي في اف، وبعدين وهو قاعد دلوقتي على نفس ذات المكتب في نفس ذات الكتاب أخوه الصغير يدخل عليه، أنت بتعمل إيه؟ أنا بذاكر أسباب البرونكا البريس ساوند بقى، دون الفرز ده اديله قلمين، وده لا يستحق ان يكون، وتلاقيه بقى عمال يذاكر كذا واحد بقى، وكوزس اوف برونكيال بريس ساوند كونسوليديشن، ويلون، وتلاقي واحده ملونه بقى بالفسفوري وبالمش عارف، ولون يا الفت وتلون ايه، وفي الاخر قاعده اي كيو شمبانزي قاعد يذاكر. احنا عايزين مذاكره يا جماعه الفراشات والعصافير والغزلان عشان يبقى في متسع من الوقت عشان احل بسرعه، وبعدين في متسع من الوقت احل ام سي كيو كتير. ذاكر بسرعه بس تعالى نحل ام سي كيوهات كتير بقى، وده اللي هنشوفه يوم السبت لما نحل السي او بي دي والبرونك الازمه، هنفهمهم كويس جدا جدا، لكن لما نيجي نحل يوم السبت هتلاقي اهم حاجه فعلا حل الام سي كيو يا جماعه، لان في اسئله كتير قوي 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 مش هتعرف تحلها غير اما نحلها مع بعض الاول، انت واخد بالك؟ بس ونوضحها الاول. المهم يعني يبقى انا كده ما تسمعونا زغروطه بقى. ما هو اصل لو ما زغروطوش دلوقتي طب هتتنيله تزغروطه امتى؟ ده هو ده احنا يا جماعه ده احنا كده خلصنا تقريبا، خلصنا اول حاجه السيمبتومز، وبعد كده الساينز الجنرال ساينز. مين فاكر في النيمونيا كنا بنزود 3 الوان، في البرونكيكس 3 اورام، في السي او بي دي كل الجسم بيورم من فوق لتحت ما عدا كلابنج، قلنا في الانترستيشال لانج ديز 5 سي. طبعا الكلام ده لما نيجي بقى متعه ان احنا نشرح كل موضوع وتلاقي بقى تبقى ماسك خيوط اللعبه في ايدك كده. المهم احنا وصلنا دلوقتي لللوكال ساينز انسبكشن بالبيشن بيركشن واوسكلتيشن، بس لسه الاديشنال ساوند بتوع التشيست لانه مخهم صغير قوي، يقول لك ادفنتيشال ساوند. ماشي ادفنتيشال ساوند اللي هو ايه؟ طبعا وانا بقول اديشنال ساوندز ذكريات الكارديولوجي اللي قاعد قدام عينك كده، فممكن تحس ان قلبك مقبوض شويه. في الكارديولوجي كان شيء مختلف، كان في او اس 3 او اس 4 واوبننج سناب، وفاكرين اوبننج سناب والمركب الشراعي والحاجات دي وإجيكشن كليك يعني. انما هنا يا جماعه والله لو جبت حمار ودانه الطويله دي وحطيت السماعه مش بعيد ينقق ويشقص، يعني اول صوت فلورا الرد ده سيبك منه، يعني ده لو احتكاك طبقتين الفلورا مع بعض فبيبقى صوت كده ايه يا جماعه، احتكاك الطبقتين هو نفس الصوت بتاع البريكورديال الرد، انت واخد بالك؟ اللي هو طبقتين الفلورا ما يحتكوا مع بعض ما يبقوا انفليمد، اي انفلاميشن في البلوريسي، تلاقي صوت خرفشه كده او الغروشه اللي قلناه قبل كده، في صوت مفرش كده او لما تجيب جزمه جديده وتمشي على رخام. المهم يعني بيبقى الصوت ايه يا جماعه؟ عشان الطبقتين الملتهبتين عندما يحتك ببعض. اي كلام. انا اللي يهمني هما الصوتين دول، رونكاي وكريبيتيشن. خد بالك بقى رونكاي عشان بكره ما اجي اشرح سي او بي دي. رونكاي يعني ايه بقى رونكاي؟ رونكاي اللي هو المواسير او البرونكاي بتزيق، او بيسموها ويزي تشيست، ويزي بتزيق. العيان يجي يقول لك يا دكتور حاسس بويزس، حاسس بويزي تشيست، صدري بيزيق، تقوم انت تحط سماعتك تقول له اه ده رونكاي. ايه اللي يعمل رونكاي؟ هو يعني ايه رونكاي؟ قلنا يعني البرونكاي اهي خلاص بتزيق. طب ما تيجي بدل ما نقول بتزيق نقول بتصفر، رونكاي بتصفر. اظن مش محتاج اقول لك ايه الحاجات اللي تخلي البرونكاي تصفر، لان معلش بصوا دي برونكاي ما بتصفرش ودي بتصفر، دي انبوبه عاديه ودي صفاره. ايه الفرق بين الانبوبه والصفاره؟ الفرق بين الانبوبه والصفاره خد بالك ان الانبوبه ما بتصفرش، ليه؟ لانها انبوبه. انما الصفاره بتصفر، ليه بتصفر؟ لان بيبقى فيها حته ضيقه، صح؟ وانت ما بتصفر بتنفخ ولا بتشد ولا بتسحب؟ بتنفخ. فتيجي تنفخ كده تلاقي الهواء يمشي 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 يجي في حته ضيقه يقوم ايه يسرسع يصفر يزيق. وعشان كده لما تيجي تقول لي ايه الاسباب اللي تعمل ويزي تشيست اقول لك يا راجل بس كده بس كده، لان اي حاجه بتعمل برونكيال ايه نارونج. تقول لي يعني بكره لما اجي اشرح سي او بي دي واقول لك كرونيك برونكايتس اقول لك هتسمع ايه؟ تقول لي اول حاجه في الذكر وسبرولونجد اكسبيريشن اللي هو الانسبيريشن قد الاكسبيريشن، صح؟ وبعدين اقول لك طب الاديشنال ساوندز، تقول لي رونكاي، اقول لك اكسبيرات بيبقى في الانسبيراتوري ولا اكسبيراتوري، قول لي مني بيبقى اكسبيراتوري مني، انت واخد بالك؟ عشان كده يا جماعه شوف اللي عندهم برونكا الازمه لما يجي كده تلاقيه وتلاقي فيه صوت ايه؟ تلاقي فيه صوت تزييق. ناس اخواننا المدخنين ده البرونكاي عندهم ضيقه طول الوقت، فبيبقى اقول بيبقى على طول صدره بيزيق، عنده برونكا الازمه طبعا لما بتجيله الاتاك بس. فالمهم الرونكاي الاسباب اللي بتعمل رونكاي، اي حاجه بتعمل ايه يا جماعه؟
البرونكاي بتضيقها. ماشي يا سيدي، ايه اللي يعمل كريبيتيشن بقى؟ كريبيتيشن طبعا انا عارف ومقدر ان طلبه كليه الطب يعني جايز ما بيقعدوش على هاوش، يعني صعب جدا تلاقي طالب طب بيقعد على قهوه يعني، ولكن ممكن مره بالصدفه او معدي من قدام قهوه فانت معدي تسمع صوت الشيشه اباريتس. عارفين صوت الشيشه اباريتس؟ ما كريبيتيشن دي يعني ايه؟ طقطقه او صوت الشيشه اباريتس، ترسم كده شيشه اهي واخد بالك يعني، فصوت الشيشه اباريتس. عارف صوت الشيشه الرومانس الرقيق البديع لما تبقى قاعد على، لما تبقى معدي صدفه وتلاقي واحد قاعد على قهوه بالليل كده وقاعد كده ماسك شيشه وايه، وفي صمت الليل صوت الشيشه اباريتس، صوت الرومانس الرقيق البديع ده، كركره الشيشه. تقوم انت كطالب طب تبص للراجل كده تبص للشيشه تقول هو الصوت ده جاي من ايه، الميكانيزم بتاع الصوت ده؟ هو قاعد بيشد هواء والهواء بينزل فين؟ بينزل في الميه، يقوم يعمل صوت الشيشه بالظبط، صح ولا غلط؟ طب ما هو هنا ايه الامراض اللي في التشست اللي تعمل كريبيتيشن؟ اقول لك يا راجل بس كده، اي حاجه هتخلي فيه ميه زي مثلا الفيولاي مليانه ميه مثلا، واخد بالك؟ الفيولاي مليانه بس، اي ميه مثلا بالمونري اديما اللي كنا قلناها في الهارت فيلير، واخد بالك؟ فاي ميه هتبقى موجوده في الالفيولاي اعتقد ان هي هتعمل لك ايه يا جماعه؟ هتعمل لك كريبيتيشن. يعني ناس عندهم برونكيتس في بس برضه عندهم بلاوم فين، ناس عندهم ابسس، ناس عندهم بالمونري اديما. بص يا جماعه باختصار اي فلويد، بص اللي بيعمل كريبيتيشن في التشست هم حاجتين، ومن لطف الاقدر بينا ان الحاجتين بحرف الاف، والانجليزي كله ما فيهوش الا كلمتين، كلمتين فعلا بحرف الاف، فلويد اللي هي زي الكونسوليديشن والبالمونري اديما و و و وفايبروزس. عشان كده الانترستيشن لانج ديزيز هنعرف ان هي بتعمل كريبيتيشن. تقول لي طب فلويد وانا فهمت ليه؟ هواء نازل في الميه. بالمناسبه عشان كده مين اللي بيبقى ايه؟ انسبيراتوري. انا عارف انتوا طبعا ما تعرفوش شيشه الميكانيزم بتاع الشيشه، بس هو انت في الشيشه الناس بتشد ولا بتنفخ؟ اوعى تمسك شيشه تقول ايه؟ تقعد تنفخ، انت بتشد يا ابني، تشد كده يقوم الهواء. عشان كده يقول لك الكريبيتيشن بيبقى انسبيراتوري، مينلي انسبيراتوري. طب انا فاهم الفلويد تعمل كريبيتيشن ليه، لكن فايبروزس بقى تعمل كريبيتيشن ليه؟ اقول لك الفايبروزس يعمل كريبيتيشن عشان حاجه مهمه جدا جدا جدا. ايه هي فايبروزس يعمل كريبيتيشن؟ انا قلتها قبل كده، ايه دي؟ الفيولاي، وسيادتك بتتنفس الفيولاي ايه؟ صح. تخيل لو عندك انترستيشن لانج ديزيز، يعني في فايبروزس بيحد الالفيولاي من كل الجهات، يقوم ايه اللي يحصل؟ تيجي تتنفس يقوم، هل الفيولاي هتعمل كده؟ لا، هتلاقيها بتعمل ايه بقى؟ تك 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 تك، وفي فايبروزس عليها، فمش هتبقى ايه يا جماعه مرنه كده تك 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 تك، وهو الكريبيتيشن ايه غير تك 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 تك؟ يقوم في الامتحان رفع نظارته كده ونفخ دخان سيجاره في وشك وباصص في عينيك مباشره، ويلف حواليك كده ويسالك هاو تو ديفرينشيت بتوين فلويد اند فايبروزس، يعني ازاي اقدر اقول الكريبيتيشن دي بتاعت فلويد ولا فايبروزس. هنا بقى الحته دي مش هيفهمها للاسف الاسيف الا اخواننا اللي بيقعدوا على قهاوش، يعني عارف الطلبه الملتزمين المحترمين اللي جايز مش هيفهموا الحته دي. عارف الطالب اللي طول النهار قاعد على قهاوي ده اكيد فاهمها، مش انت ساعات وانت بتشد شيشه كده يا جماعه يجي الراجل بتاع الولعه يقوم جاي لقى مكتومه شويه، يقوم عامل ايه؟ يقوم جاي منزل كبب شويه ميه من الشيشه. تقوم انت تيجي لما بتشد بتلاقي الصوت ايه؟ اتغير. ليه؟ لان منسوب الميه اتغير فالصوت اتغير. تقول لي مش فاهمك، اقول لك عشان كده العيان اللي عنده كريبيتيشن قول له كح كده، يقوم لما يكح لو سبب الكريبيتيشن ميه هيكح، يقوم مخرج شويه ميه، يقوم صوت الكريبيتيشن يتغير. طب لو فايبرس تيشو، ما فيش حد بيكح هينزل فايبرس تيشو يعني. عشان كده يجي يقول لك اول اوف ذا فولو او ويتش اوف ذا فولو، يقول لك مثلا ايه؟ واحد عنده كريبيتيشن، كل الاسباب التي افكتد باي كاف اكسبت، يعني ممكن الكريبيتيشن يتغير صوته لما بيكح ما عدا، ويجيب لك في الاختيارات ايه بقى؟ نيمونيا، بالمونري اديما، ابسس اي ال دي انترستيشن لانج ديزيز. يبقى لا ما يقولكش انتر او بالمونري فايبروزس، يبقى اكسبت بالمونري فايبروزس اللي هي الانترستيشن لانج ديزيز او انترستيشن لانج ديزيز. فده كده اللي هو الرولز او الكراكلز او الكريبيتيشن. خد بالك اعرف الاسامي كلها لان ممكن في الام اس كيو ايه التشست ده، ايه الجمال ده، ما تسمعونا زغروطه بقى. ده احنا كده خلصنا تقريبا كلينيكال بيكتشر بتاعت التشست، جايز لسه في بس كومبليكيشنز عشان خد بالك سيمبتومز ساينز. خد بالك بكره لما نيجي نشرح سي او بي دي
او نشرح نيمونيا او نشرح اي مرض في التشست يا جماعه، هتلاقي ان خلاص بتخلص بسرعه جدا جدا. هتلاقيك بقى بتذاكر ايه كويس، ديفينيشن كويس، ايتيولوجي باثولوجي، وانت بتذاكر نفسك توصل للكلينيكال بيكتشر، عشان خلاص بقى، بس عشان توصل للحتت اللي انت بتحبها لازم تعدي على حتت كتير انت ما بتحبهاش، والحتت اللي احنا ما بنحبهاش هتبقى اللي في الاول، لان هقولها بالتفصيل الممل واخد بالك. لكن في الكلينيكال بيكتشر هاجري زي ما انت شايفين، لان خلاص هتلاقي كل الكلام اتقال، هقول الكلمات المضيئه بس اللي بره الكلام ده. كومبليكيشنز، عندنا في امراض فيها كومبليكيشنز وامراض ملهاش، يعني الامراض اللي لها كومبليكيشنز نيمونيا، لانج ابسس، برونكيكسز، انا ليه اعملهم في ايتم واحد؟ لان الثلاثه دول تقريبا نفس الكومبليكيشنز تقريبا، يعني الكومبليكيشنز اوف نيمونيا هي اللانج ابسس، هي البرونكيكسز، تقريبا نفس الايه يا جماعه، نفس الكومبليكيشنز تقريبا الى حد ما. طبعا في اختلافات، يعني مثلا في النيمونيا هنزود حاجتين اللي هو unresolved pneumonia، وليه النيمونيا لا تستجيب للعلاج العادي، او هنزودها، هنزود في البرونكيكسز هنزود respiratory failure، هنزود كمان كوربال مونال. لانج ابسس غالبا مش هنزود حاجه، طبعا في حاجات تفاصيل صغيره، يعني مثلا برونكيكسز مثلا هاجي اقول لك بتعمل مثلا حاجات جنرال، هما الثلاثه بيعملوا حاجات جنرال وحاجات في اللانج وحاجات في البلورا. حاجات في اللانج اللي هما الثلاثه بيعملوا بعض، حاجات في البلورا الفهرس بتاع البلورا، يعني ممكن كلهم يعملوا بلوريسي، بلورا ريفيوجن، امبايما. حاجات جنرال اللي هي انفكشن، هو انفكشن ممكن يحصل سيبتيسيميا، سيبتيك شوك، حد انا كاتبهم والله في السكين. طب والله كويس، سيبتيسيميا مننجيتس اميلودوزس دي اي سي، طبعا عارفين الدي اي سي اللي هو تلاقي البلاد فيسل مونو لاير اوف فايبرينكس، فجاه كده حصل ايه مونو لاير اوف فايبرين، واخد بالك؟ فطبعا ده بيستهلك كل الكواجليشن فاكتورز، كل البليتلتس، كل حاجه تستهلك، فبتبقى عرضه ان يحصل نزيف، طبعا نزيف بليدنج، وغير ان ممكن لو كان كرونيك دي اي سي ممكن يحصل كمان ايه اسكيميا. المهم مرض هنبقى نشرح سببه الرئيسي رقم واحد انفكشن، واخد بالك؟ فدي اي سي مالتيبل اورجان فيلير ام او اف. خد بالك هيبقى في حاجات صغيره في الام اس كيو، يعني مثلا هما كلهم بيعملوا كده، بس مثلا مرض زي اللوبر نيمونيا مثلا هو مش كرونيك، يبقى ما بيعملش اميلودوزس، يعني في حاجات الاميلودوزس تحصل في الكرونيك انفلاميشن مثلا، انت واخد بالك؟ اميلودوزس مهمه جدا جدا في البرونكيكسز مثلا، عشان كده يجي يقول لك واحد عنده برونكيكسز بافي ايليد، سبب البافي ايليد ايه؟ قول له اميلودوزس، لان الاميلودوزس هياخد الايه؟ هيبوظ الكليه، ولما يبوظ الكليه انت بتفقد بروتينات، ولما تفقد بروتينات هيحصل بافي ايليد، انت واخد بالك؟ خدتوا الكلام ده او هناخده في النيفروتيك سندروم وفي النيفرولوجي عموما يعني. ماشي يا سيدي. فاذا كل الايه؟ الثلاث امراض دول اهم، ما عدا مثلا في النيمونيا هنزود انريزولف النيمونيا، في البرونكيكسز هنزود رينال فيلير وكوربال مونال. ايه كمان الامراض اللي بيبقى فيها كومبليكيشنز؟ عندك سي او بي دي، دي كومبليكيشنز مهمه جدا، ده هنقوله بكره. بس انا مش هقولهم بقى دلوقتي، بس هقول لك ان الكومبليكيشنز والسي او بي دي عايزك تعرف من دلوقتي. انا بحب دايما امسك خيوط اللعبه. تقول لي يا دكتور انا متذكر وانا جامد قوي في البطنه، وانا البطنه والبطنه، انا يا ابني ماسك خيوط اللعبه، لا مهزوز كده وقاعد، لا خلاص انت ما ذاكرتش. مذاكر يعني تقعد في اي وقت، اجي بعد الاف السنين اقول لك سي او بي دي كومبليكيشنز، قول لي 11 حاجه وكمان ايه تفصصهم اللي هم 4 3 2 1 1، تبقى عارف ان هم 4 في الرئه و3 في القلب و2 في الكليه واحده في المعده واحده في الاخر كرونيك كف. ما هو ده كومبليكيشنز اوف كرونيك كف. الناس اللي عمالين يكحوا دول كحه مزمنه اكيد في يا جماعه ليهم كومبليكيشنز، يعني المعلومه في سي او بي دي يا جماعه. بس انا يهمني جدا بكره لما اجي اقول لك كومبليكيشنز اوف سي او بي دي تقول لي 11 حاجه، اقول لك ايه هم، تقول لي 4 في الايه، يوميها بقى اللي هو بكره اقول لك ايه هم الاربعه اللي في التشست، وان كان انت تقدر تالفهم بالمناسبه، بس انا مش هالفهم دلوقتي، ما انا هقولهم بكره بقى. 4 3 في القلب رايت، خد بالك رايت قبل ليفت، وليفت سايدد هارت فيلير واسكيميك هارت ديزيز. عارف بكرة بقى انا يهمني تبقى عارف ان COPD هو السبب رقم 2 في العالم اللي بيعمل رايت سايد هارت فيلير. انا بكرة بقى اقول لك هو ليه بيعمل رايت سايد هارت فيلير، واقول لك هو ليه بيعمل ليفت، واقول لك هو ليه بيعمل اسكيميك هارت ديزيز. على فكرة انت وانت قاعد كده هما 7 ميكانيزمات خلوا COPD يعمل رايت سايد هارت فيلير. انا قلت لك اسهل حاجة في البطنة ليه، انما اصعب حاجة في البطنة ايه؟ لان اصلا انا واثق ان انت لو عصرت مخك شويه ومذاكر بطنه في دماغك، لو انا قلت لك ليه السي او بي دي بيعمل رايت سايد هارت فيلير، اقسم بالله انت تقدر تالف 5. ما تخلونيش اصوم 3 ايام سببكم، تقدر تالف منهم 5 والله. يعني يوم مش هنتكلم خالص مع بعض، عارف ايه؟ هايبوكسيا. مش السي او بي دي هيبقى عنده هايبوكسيا؟ طب ما بتعمل فازو كونستريكشن وبالمونري ارتريولز، فالعين ده هيدخل في بالمونري هايبرتنشن، فبالمونري هايبرتنشن طبعا هيبوظ الرايت فينتركل رايت سايد هارت فيلير، صح؟
يعني ده حاجه بلاش. الهايبوكسيا كمان بتعمل بوليسايسيميا، فتخلي الدم ايه يا جماعه، لزج في اتقل، فلود اعلى على القلب، صح؟ حاجات كتير احنا لو قعدنا نقلب، بس اهم حاجه تفتكر يا حبيبي انه بيعمل رايت سايد هارت فيلير في الكليه، هنعرف ان السولت اند ووتر ريتينشن وهنعرف ليه، وان كان انتوا كنتوا عارفين لو مذاكرين رمض في كربونيك انهيدري، عارفين الحقنه الكام سكر في الجلوكوما بلاش خليها بكره لما نعرف سولت اند ووتر ريتينشن ليه، وهنعرف كمان ان الهايبوكسيا ممكن تخلي الكليه تفرط في بروتيناتها، بروتينوريا بيحصل واحده في المعده، ما تترزموش على اهالينا بقى، لان انت اصلا لو انت عارف ان المعده فيها حاجه واحده فانت اصلا ما تعرفش في المعده غير البيبتيك ألسر. وطبعا ارجع كده للبيبتيك ألسر، الناس اللي مذاكرين جي اي تي تلاقي فيه كذا مرض اسوشيتد ويز بيبتيك ألسر، زي ايه مثلا؟ زي يقول على يعني فكره كل الامراض كانت بحرف السي، يعني كونجست هارت فيلير، كرونيك رينال فيلير، سيروزس، وكان في كمان سي او بي دي. فالسي او بي دي بكره نعرف ليه السي او بي دي بيعمل بيبتيك ألسر، وان كان انتوا طبعا اكيد عارفين يعني اكسجين قليل فميكوزا ضعيفه، ثاني اكسيد الكربون عالي فبيزود الاتش سي ال، فالدنيا هايصه يعني. الناس اللي بيشربوا سجاير طول الوقت اكيد طبعا معرضين لجاسترايتس و بيبتيك ألسر. يبقى المهم الكومبليكيشنز اوف نيمونيا ولانج ابسس وبرونكيتس تقريبا زي بعض، كومبليكيشنز اوف سي او بي دي، كومبليكيشنز اوف برونكال ازمه، نبقى نقولهم مع البرونكال ازمه، من ضمنهم طبعا ما تنساش الاريزميا، لان الكومبليكيشنز اوف برونكال ازمه ست حاجات، اهمهم طبعا اكيوت سيفير ازمه، ده موضوع لوحده هنشرحه مع البرونكال ازمه. وبكده يبقى احنا وصلنا للانفستيجيشنز، اخر حاجه هنقولها النهارده الانفستيجيشنز، بس هناخد بريك دقيقتين بالظبط، دقيقتين خدوا بالكم مش كتير عشان ما نزعلش، دقيقتين. وعلى فكره بقى دي اهم حاجه، ليه؟ لان حرفيا والله العظيم شوف انا بحلف بالله ان انت لو ركزت معايا النهارده في الانفستيجيشنز انت مش هتذاكر انفستيجيشنز والله العظيم وانا بحلف بالله اطلاقا. تقول لي اطلاقا؟ طب انت تشرحها ليه بقى في كل مرض؟ اقول لك انا اشرحها عشان تفهمها، انما لو انت يا درجتي مذاكره بدون الم، وعلى فكره اقوى جزئيه في السكيم هي الانفستيجيشنز فعلا، فعشان كده بريك صغير جدا دقيقتين، يعني هي دلوقتي 11:31 11:34 خليها 3 دقايق 34 هنبقى هنا 11:35 هبقى قاعد بشرح خلاص. الله يخليكم يا جماعه ما تبعدوش، ما تكلموش حد غريب، خدوا بالكم من نفسكم 3 دقايق دول خليكم قاعدين عشان ما تبعدوش وتفوتكم حاجه في الانفستيجيشنز.